حضرات السادة المشاهدين، أينما كنتم داخل وخارج أرض الحرمين الشريفين وأنتم تتابعون شاشة السودان 24 الآن من مجموعة قنوات سعودية 24، رمضان مبارك نحن بخواتيمه، ربنا إن شاء الله يتقبل الأعمال الصالحة والطاعات. أهلا وسهلا بكم في سهرة جديدة من سهرانين، دائما نحمل في طياتنا مشاهدين جميل المواضيع ومناقشة مهمة جدا لشتى أفراد المجتمع. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وأسعد بزميلتي المتألقة دوما ماهد بشير الطيب. أهلا وسهلا ماهد، مساء النور عليك. أهلا محمد، مساء الخير عليك ومساء سعيد عليك. ونحن اليوم يعني يمكن زي ما أنت ذكرت خلاص في العشر الأواخر من شهر رمضان معظم، نتمنى لكم إن شاء الله صوم مقبول إن شاء الله وذنب مغفور بإذن الله. أحلى أمسياتكم دائما اللي هي بتكون معاكم، وإحنا كمان نكون سعيدين جدا بوجودنا معاكم. تقبلوا دائما دوما تحيات التيم العامل العامل في هذه السهرة. مساء سعيد على الجميع إن شاء الله. محمد وناهد معاكم في البارت الأول والبارت الثاني، الأستاذ إبراهيم كوميك والأستاذة دينا. أهلا بكم وسهلا، مساء الخير عليك محمد مرة ثانية. مساء النور. اليوم طبعا حديثنا عن تربية الأبناء، الأسرة، دور الأسرة، وطبعا دور الأسرة دور عظيم جدا. في بعض الأسر بتعتقد أنه هي وفرت الأكل، وفرت المشرب، وفرت المكان ويكفي ذلك، ويكون في انشغال كبير جدا من جانب الآباء ويتركوا الأبناء الدنيا تربيهم زي ما بقولوا، والشارع ربي والمدرسة تربي والميديا كمان بتربي. إذا عايزين نعرف الصواب والخطأ في هذا الأمر إن شاء الله معكم بإذن الله. نعم ناهد، وأيضا مشاهدينا يعني يقال أن الأب الفطن هو الذي يراجع أساليبه التربوية أولا بأول، ويتراجع أيضا مشاهدينا عن ما ظن أنه جيد ثم يثبت غير ذلك في تربية الأبناء بوضع أساليب مميزة جدا في التربية، لأن هذه الأساليب مشاهدينا تنعكس إذا كانت إيجابا في المستقبل وأيضا إذا كانت سلبا. الكثير مننا يعد الأبناء ولكن يتغاضى عن التدريب المستمر والتهذيب المستمر والتعامل المستمر في التربية. في التربية يعني أنا كثير بقول بس في آباء وظيفتهم أمهات رعاية الطفل، فقط الرعاية، أكلت شربت وما إلى ذلك، ولكن التهذيب المستمر، الأخلاقيات لابد من الصغر تنمو مع الطفل إلى أن يكبر. هنعرف الكثير إن شاء الله برضو أثناء الحلقة إن شاء الله. أيضا مشاهدينا يعني مهما كان الطفل ذكيا وعبقريا يجب أن توزن في التربية ما بين يعني الصرامة وما بين أيضا اللين. يجب أن يكون الأب يعني يوازن ما بين الصرامة وما بين اللين، وهذا الاتزان ينعكس على الاتزان الروحي والانفعالي والقدرة على المحاولة والإصرار عشان ما يطلع في النهاية شخص ناجح ومتميز إشار إليه بالبنان. كثير من الشخصيات اللي بنشوفها دلوقتي يا أستاذ محمد إنه بنلقى في ناس شخصياتهم مهزوزة، ضعيفي الشخصية، ناقصي التفكير، ناقصي حتى أشياء كثيرة، هي دي كلها نتاج لتربية قد لا تكون صحيحة منذ بواكير صباه زي ما بقولوا أو طفولته. لكن إن شاء الله مع ضيوفنا الكارم حنعرف الكثير والكثير. أهلا وسهلا محمد، عندك حاجة عايز تقولها تفضل. نعم، إذا مشاهدينا يعني هذا الموضوع صراحة موضوع مميز وموضوع شيق. شكرا فريق الإعداد على هذا يعني التناغم وعلى هذا الإبداع المتميز، وأيضا كاست عمل البرنامج أيضا يعمل بكل حب وبكل تفاعل. نسعد جدا ناهد بضيوفنا المميزين معنا. نعم. داخل. نعم. الأستوديو الأستاذ عمار ابن قطيان، قطبان قطيان، مستشار أسري وتربوي. أهلا بك، مساء الخير عليك، أهلا وسهلا، وجايين من الخرج، أهلا وسهلا، ونشكر وجودك معنا داخل الحلقة. حياكم الله جميعا فريق الإعداد ومقدمين ومشاهدين كرام، الله يحييكم جميعا، وخواتم إن شاء الله مبارك عليكم إن شاء الله. أستاذ عمار ما شاء الله يعني ماجستير في علم النفس ومدرب تطوير وتنمية ومستشار أسري وتربوي ولايف كوتش وعضو المجلس الاستشاري الأسري، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، الله يسعدك ويحفظك يا رب. الله يحييكم جميعا، والحمد لله أخيرا سفير لجمعية رعاية مرضى القلب قلبي، صلى الله أن الله يعني يشفي قلوب الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أيضا مشاهدينا نتشرف جدا في سهرانين اليوم بأنه يكون معنا الأستاذ علي محمد آل عتيق، مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية بالرياض. أهلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا فيكم، وتشرفت فيكم وفي المشاهدين الكرام، وإن شاء الله نقدم حلقة الليلة يعني تنال إعجاب الجميع وتكون ثرية في محتواها ومفيدة للجميع.
إن شاء الله بإذن الله. طبعا المنظمة العربية هذه طبعا توقفت قبل سنتين مع كورونا. حاليا أنا المشرف الإعلامي لجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية. نعم. مستشار لفريق مسار التطوعي. ما شاء الله. والحمد لله في المجال التطوعي لنا يمكن أكثر من 15 سنة تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. نعم. تمام جدا يا محمد. أنا شايفة أنه عندك أنت محاور، معلش يا عوض طلعنا برا الهواء، معلش، شايفة عندك محاور مكتوبة للدكتور مختلفة عن اللي مكتوبة للأستاذ الدكتور برضو أيضا، في مشكلة؟ شايفة المحاور ما بتشبه بعض، يعني إحنا في التعريف دلوقتي أنا شايفة طب أنت اديتني تعريف برا الهواء، بس أنت اديتني تعريف عن الدكتور غير التعريف اللي أنت قلته دلوقتي. يعني طيب ناهي دي انا ما مشكلتي، انت مفترض، معلش ثواني، معلش انت مفترض الحاجه دي تراجعيها انت قبل ما تخش. لا انا راجعتها، بس انت مديني حاجه غيرها، يعني انت ممكن مني بالكلام اللي انت قلته دلوقتي، يعني ما شاء الله هو مدير وهذا دكتور وهذا طيب استاذ. طيب المشكله وين يعني؟ انا طيب المعلومات ما مطيني لا كذا، انت مديني الحاجه دي يعني انا ما شايفها مشكله. كويس اني قلت يا عمار، عمار بنك طيان عشان الاسم، بس بنك طيان مستشار سوء تربية جميلة. أنا حتى قلت له أيوة هي المشكلة مو هنا، المشكلة معطيني حطين لي أنا تعريف غير التعريف اللي قاله دحين. لا ممكن كيف حشتغل معك يعني، كيف حشتغل معك يعني المشكلة وين؟ تدري يعني أنا إيش أقول لك، هي جاية تناغم، أنت بديتي فيها وهو لما عرف علي بإضافة. الله يكلمه والله إنها جاية جميلة. أنت قلتي عمار مستشار سوء تربية، هو قال ما شاء الله عليك نرى إنه كذا وكذا وكذا، التناغم هذا جميل. مشكلة صحيح؟ لا ماشي كويس. إي لا لا مو ماشي كويس، معلش انا اشوف التناغم جاي جميل. خليني اسال دقيقه جنبي، احنا برا الهواء، خليني اسال المصوره هو هنا جالسه. ناصر اعطاني المواد نفسها ولا لا؟ كلمني يا ناصر. ناصر وين مختفي؟ ناصر انت بالمناسبه ما تكون يعني لا ناصر زي متحيز لناهد. لا يا ناصر متحيز لناهد يعني في كل حاجه. لا ما متحيز. لا لا يا ناهد، لا دي المره الثانيه. حتى ضيوف امبارح، حتى ضيوف امبارح اشتغل معك والله. هو اساله ناصر، معلش اساله ناصر، اسال ناصر. ناصر انا ما سامعه. طيب هسه يتكلم. طيب ايش رايك؟ طيب ناصر رايك شنو؟ اهو ناصر بياكد الكلام. دي الحاجه اللي انا قلتها. طيب انا ما قلت حاجه غلط اصلا، يعني دي الحاجه اللي انا قلتها. طيب هو ناصر بيرد يعني. ناصر مصور هو جالس في كرسي. وبعدين قاعد يجم كاميرتك ويوزن في كاميرتك، يعني الحاجة أنا ما تكلمت فيها أصلا من قبل. خلينا نشوف الأستاذ إيش يقول، الدكاترة إيش رأيك؟ أقول يا ناهد، أنا زي ما قلت قبل شوي إنه تناغم جميل صراحة. أنا أشوف زي كذا إنك بديتيها بتعريف عني وهو لما طب لا رأيك إيش في المصور بيأكد على الكلام؟ قاعد جنب الكاميرا هو هناك. أيوة قال لي هو اللي غلطان. هو يقول أنا غلطان يعني. أنت تشوف أحد وراء؟ شوف هذا انا ما اشوفه. هم يسمون على المايك. اه يسمون على المايك. لا لا ناصر ناصر هنا مو بالمايك، هو جالس يعني لابس اسود، هو لابس قميص. شوف لا ناصر طلع على الفريم يمكن اشوف اذا في مشكله في نظره. لا انت مو شايف ناصر. انا اشوفه من الاضاءه هنا. لا معلش يمكن انت ما بتشوفه. طيب طيب عموما ناصر. لا ما عموما، هو ناصر بس اساله يرد عليكم. اهو ناصر انا اقصد فيه يعني مشكله، يعني في مشكله. ايوه اعطاني تعريف غير. احنا ماشيين كنا بطريقه حلوه، وزي ما قال هو يعني هي بدت التعريف وانا تميته يعني. انا اشوف ما افتكر في ناصر، هذا نشوفه بعدين. ناصر ما شايفه انت؟ ما شايف ناصر؟ يا ناصر بسم الله اعوذ بالله منك، اذا كان سحرا فابطله. ما في ناصر هنا اساسا. لا والله ضحكتني، كيف اذا كان سحرا فابطله؟ يعني هو موجود قدامك. ما اشوف ناصر، تشوفون شيء انا ما اشوفه؟ لا ناصر موجود. ها طيب حياك الله يا ناصر، صباح الليل. مو شايفه انت استاذ؟ ما اشوف احد. وين كذا؟ اهو في كرسي لابس قميص اسود وبنطلون اسود اهو. هو بس يمكن لون الكرسي والديكور انت عشان أسود. ايوه لانه الاضاءه. ايوه زبط كده عشان الاضاءه. ايوه شفت ناصر يا اخي البث منقطع، البث منقطعين من هنا تحت الهواء. شوف ناصر هذا برنامج الصدمه في الاخير حيصير. يمكن ناصر اهو. شوف ناصر ناصر اي هذا ناصر. ايوه هذا ناصر. لقيت ناصر. احنا برا الهواء، خذوا راحتكم لسه. لان انا مالي برا هواء داخل هواء. ناصر ما فيه. ما شايف ناصر؟ هو شافه. هو ما شفته انا والله. شفته انت دحين وقفت مسكت شعره. مشيت وقفت جنبه. مسكت راسه صح؟ مسكت. انا قلت الكاميرا. لا انت مسكت شعره. طيب كده ليه طبطبت على راسه هنا؟ هذا ناصر. هو مسك الكاميرا. ناصر اسمه هذا الكاميرا اسمه ناصر. ناصر لينكاوي. اهلا يا ناصر حياك الله. ناصر هو المصور يعني. سعيد بشوفتك يا ناصر. بس ناصر هو اللي بيحسم الفوضى اللي احنا فيها دي. انا ما حقدر اشتغل، معلش اروح. انا ما عندي مشكله بالمناسبه، ممكن اقود الحلقه بلاي، لكن انا برضو ما حشتغل صراحه. انا برضو ما حشتغل يعني. ناس انت طلعتني برا المود وزهقتني. نشوف الضيوف ايش رايهم. الضيوف الحلوين معلش نشوف راي الضيوف. تفضل. انا ما اعرف والله ايش تبون نقول، ولكن احنا هي حلقه، يا تخلونها تمشي ولا بتمشي. نمشي سوا ترى احسن. ترجع الخرج والله. انت جاي من الخرج؟ جاي من الخرج والله. بعيد. يلا تعال يا ناصر، تعال شيل المايك.
لا هم ممكن احنا كنا ماشيين بطريقه حلوه، تقول لي انت عرفت تعريف غير، احنا مسكنا التعريف سوا يعني. شوف انا معطيني تعريف غير كذا، انك تخصص في القلب، متخصص في امراض القلب. لا 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 لا, لا ما له علاقه. لا 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 دقيقه، هذه انا اللي اضفتها مو هو، حتى هو ما تكلم، هو جاب الى اخر حاجه انه لايف كوتش، جاب التعريفات اللي تخصها. قلت اخيرا، انا قلت اخيرا اني سفير لجمعيه رعايه مرضى القلب، انا اللي تكلمت فيها. ايوه لكن قال لي اسالين من امراض القلب. لا لا تسالين امراض القلب ولا. طيب هذا هو ها. انا سفير مجرد انا افتكرتك انت جراح قلب. لا 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 انا سفير. لا لا سفير حسب سفير ما جانا هنا في الاعداد. لا 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 جراح سفير يعني. جمعيه. لا لا لا. ممكن تشوف الاعداد يعني عادي. جا 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 جيتني جراح في القلب. والورقه الثانيه معلش سوري جيبوا هالورقه اللي عندي جايبينك انت جراح جيبه. وانت كاتب لي انت اختصاص كلى، فكنت بس عايز اسالك كده تحت الهواء. انا والله مع رمضان بجد يعني كلوتي وجعاني. اختصاصي كده. ايوه اسمعي، كثري مويه. اشرب مويه. طيب. اي كثري مويه عشان طيب. هذا الحل الوحيد. ايه كثري مويه. طيب حاضر. كل ما كثرتي مويه حتى الهدوء الريلاكس يجيك. طيب نحن يعني نواصل في الحلقه. نواصل اكيد. طيب. خلاص نتكلم معنا في القلب، نتكلم معنا في ناصر نسيبه يعني. ناصر خلوه يولي. خلاص يلا يا عوض رجعنا الحلقة، خلينا نشوف ده كان مغلب سهراني لكم. حبينا نلطف الجو ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين وشكرا لكم. الله يسعدك ان شاء الله. بس انا شفتك انت رحت مسكت الكاميرا وكمان خلاص لاني عرفت ان ناصر. انا اقول ابو محمد اقول لكم بس اخر شيء برنامج صدمة. ايوه انت قربت تكشف المقلب. ولا وهو راح كمان علي على العتيق. انا تكلمت البداية قلت ناصر هو الكاميرا. جميل. لا كنت شايفه. لا ما كنت انا اقول لك ناصر. انا لا يعني دحين شايف في ناصر. لا انا لمست راسه بس ناصر. تدري الكاميرا هذا ناصر. قلت هذا ناصر يقول لي نزل نظارات يعني عشان لا تشوف. عشان يمكن تشوف بدون انا نزلت اتماشى يعني. معك شوف احنا نتماشى مع الشخص حتى النهايه. انت الان ترى في الاساليب اللي تماشى معها فيها ممكن نمشي في اساليب تربويه. زين اساليب تربويه هي تمشي. ربيتونا اليوم في السهره. لا احنا ما ربيناكم. تربينا. الله يسعدكم ان شاء الله. كنتوا جميلين حلوه. حبينا بس نلطف الجو ان شاء الله. في كنترول نشوف ماده ونجي راجعين مشاهدينا نستكمل حوارنا. مشيت الرحمه قبل كده بس اسالهم هل موافقين ننشر هذا المقطع؟ اي عادي موافقين؟ يلا باذن الله. تحية الفنان الراحل محمود عبد العزيز وتحية لكم اعزائي المشاهدين وين ما كنتم متواصلين معكم في سهرتنا لهذا اليوم. ان شاء الله احنا طبعا كبشر موجودين على هذه الدنيا كلنا مرينا يمكن مش يمكن اكيد طبعا يعني مرينا بطفوله وطفوله تختلف من شخص للاخر. في اللي كان طفولته شويه صعبه وفي المعقده، في اللي تربى بين ابوين صحيحين وفي الغيرهم اذا كان يتيم او بين ابوين مطلقين او اذا كان وجود برضه الاب والام بتختلف طبعا التربيه من أسرة لأسرة ومن بيت لبيت. عشان كده بنجد أنه في اختلاف عموما في الحياة، اختلاف في أنماط البشر اللي منلاقيهم دلوقتي على كبرنا. منلاقي شخصية فلان تختلف عن فلان عن فلان، كل حسب تربيته. كل إنسان أنا دائما بقول الإنسان مخبوء تحت لسانه. لما أشوف أي إنسان بيقول أي كلام بقول هو كده تربيته كانت كده. والأسرة طبعا هي الوحدة الاجتماعية اللي بتلم الناس كلهم. ده موضوعنا لهذا. صحيح يا ناهد، صراحة كلام طيب وكلام جميل وموضوع صراحة مميز. مشاهدينا خلينا نبدا معك استاذ عمار طوالي. يعني عايزين نعرف اهميه الطريقه اللي بنتحدث بها مع اطفالنا، يعني لانه هي دائما في المستقبل بتصبح صوتهم الداخلي، بتصبح برضو ضميرهم اللي بيحركهم دائما. يعني اهميه التحدث مع الاطفال جميله. هي كمان بدات بدايه جميله اللي قالت فيها انه القديم ان كل واحد مر علينا في تربيه فكيف يربي ابناء. علينا لا نخلط. إذا أنت مثلا تربيت في تربية سابقة قاسية لا تربي أبنائك في الوقت الحالي على نفس التربية. إذا كنت أنت حرمت بالسابق لوضع مادي عند أبوك أيا كان الوضع المادي السابق، لا تقول أنا أفك على أبنائي أعوض حرماني السابق. غلط. زين لأنه غلط أن تعطي بكثرة وغلط أن تحرم. زين هذا في أثناء في الوضع الطبيعي، ولكن في أساس تربية ممكن أن نحصل فيها نوعا من الحرمان لكي نربي أبناءنا. ولكن الحوار مع الأبناء حوار لطيف، لازم يكون حوار لطيف، حوار اسمع. الابن يحتاج منا أن نسمع، لازم نسمع الابن ويتحاور، لا تنشغل عنه. من منا يجي ولده ويتحدث معه ويرمي تليفونه؟ الكثير منا ممكن أنا أكون واحد منكم إلا ما جهدنا نفسنا نسمع ابنا. يا أخي الجوال هذا أو أي شيء انشغال يعني يحرم ابنك. ابنك مشاعر صادقة في الابن. الآن لما أتكلم معك أستاذ العزيز وأنت ماسك تليفونك،
نفسيا الداخلية ما أقبل. صح. بس شوف مشاعر الطفل الصادقة ماذا يعمل؟ ممكن يمسك وجهك ويلفه يقول بابا ماما شوفيني. ما يبغى تقول لك، ما يبغى تقول أسمعك، لا هو يبغى لغة الجسد كاملة تكون نظر كاملة. صحيح. يبغى يشوف أنك مو صتلة، يبغى يشوف إيماءات وجهك، يبغى يشوف ابتسامتك، يبغى يشوف يبغى يشوف ردات فعلك كمان. عشان كذا أنت العشر دقائق وربع ساعة اللي جالس فيها مع أبنائك كيف تحرمهم هالجلسة؟ لما تجلس معهم يفترض أن تنعزل عن العالم الخارجي وتعطيهم كل حسك عشان تشوف أي ردة فعل ليست جيدة كيف أنا أربي أبنائي. يعني هي فترة التشكيل، حديثك هذا بيقودني فعلا لدي فترة التشكيل، يعني فترة ما قبل السابعة من 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 السنة الأولى للسادسة إلى 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 السابعة ما في مشكلة، أو السادسة يختلف. نعم. فيها الرقم، ولكن لا مشكلة في هالمرحلة. هي مرحلة أول شيء مرحلة إرضاء الوالدين، هو لازم يكون مبسوط يبي يشوف والدينه. لما تقول له يا أخي شفت فلان عمل جيد، تلقاه منبسط إنك قاعد تثني عليه وتمدحه. لما هو يحاول يقلدك كيف؟ لازم يكون قدوة حسنة. وقت الصلاة لازم أنا أقف عن كل شيء، أذهب إلى أتوضأ ويشوفك يقلدك. لازم يشوف الحس داخل البيت حس جميل. النقاش مع الأم لازم يكون لطيف، لازم أن تكون أنت لطيف ليسمع منك، يسمع منك العبارات الجميلة، يشوف ابتسامتك، يشوف تعاملك راح يقلدك. ما القسوة ما تنفع، العنف لا ينفع. لنفترض حتى أن الدلال لا ينفع، لا الدلال الزايد هذا أنا قلته في بداية حديثي، الدلال الزايد ليس جيد. يعني ما بين الدلال وما بين الحرمان، يعني ما تحرم وما تعطي كثير. يعني العاطفة، العاطفة عند الأباء والأمهات والأمهات أكثر، تقول والله ما ودي أحرم ابني. أنت مو قاعد تحرم، قاعد تخربه. صحيح. أبغى لنفترض أن الابن عنده سيارة وعنده أي شيء كان كسرها تبدلت، ما تفرق معاه، لن يشعر بحس المسؤوليه لانه راح تنكسر راح تبدل. صح. بس لما ينكسر ويحرم راح يحافظ على ممتلكاته، ممتلكات خاصه. تفضل. اذكر في حديثك هذا وفعلا هو يعني 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 زي ما بقولوا ايمانا بكلامك وبحديثك، في طالب هو في المتوسطه فاعطاه ابوه طبعا سياره على اساس انه خلاص ما شاء الله في المتوسطه في ثالث او ثاني او ما ذلك. فلما انا سالته، هو جارنا يعني وصل لين ثانيه ثانوي وهو ماخذ سياره ويغيروا له، فقلت له طموحك ايه بعد الجامعه؟ قال لي ولا شيء، خلاص انا كنت اصلا ابغى. يعني هو لما انت تعطيه سياره من بدري وتوفر له حيسعى عشان ايه؟ حيتعب عشان ما ايه؟ ما عنده هدف، ما في هدف لانه كل شيء متوفر. طبعا هم وضعهم ما شاء الله تبارك الله. طب احنا تكلمنا في عن تشكيل الاسره، لكن في شيء مهم جدا اللي هو وانت ذكرته اللي هو وجود الناس حول الطعام، وجود الناس حول تخصيص وقت للجلوس مع الابناء، اذا كان امام الشاشه او اذا كان موجودين في البيت في جلسات، في ناس عامله مصالح يعني مصلى داخل البيوت بيجلسوا مع ابنائهم. الحاجه دي مهمه جدا جدا لانه احنا مع الزمن اللي عايشينه دلوقتي ما شايفين انه ممكن انت بتعملي اكل في البيت وبتحطي الاكل وعايزه الاسره تتلم. انت كأم قمت بواجبك والاب موجود، لكن الاولاد لا يقول لك لا اكل البيت ما عايزين، يطلبوا دليفري ياكلوا في غرفهم او ياكلوا في اي مكان. بتلاقي الجلسه ما موجوده اللي انت بتتحدث عنها اللي هي من خلال حيطلع الحديث بتاع ربيك واكون قدوه في حاجات او احكي قصص. طبعا حكاوي القصص احيانا بتكون وهميه من بعض الاباء والابناء على فكره. صح. وهي صح. ممتازه جدا. اختيار الوقت، انت تقول الابناء ما يقعدون، وين الكنترول في البيت؟ وين 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 انت لما تحط لك اساس في البيت؟ انت في بيتك هي كمؤسسه او شركه صغيره، انت رئيس المجلس وزوجتك نائبة رئيس المجلس والابناء هم الموظفين، مثال يعني. الان انت ما في اجتماع، ما في ميتنج، ما في، وين العمل داير؟ كيف تعرف ابنائك ماشيين؟ انت من يخصص هالوقت، الوقت هذا انتهى، تعالوا اليوم وقت الاكل، عشاء، غدا، ايا كان حسب ظروف الاب، ولكن لازم يكون في وقت الحديث، لازم يكون في وقت الجلوس مع بعض، حتى لو مشاهده التلفزيون مع بعض، ولكن تشوفهم حتى يلعبون، تشوف ردات فعلهم، انت تعرف السلوكيات المختلفه عند الابناء، لو كان ابن توحد، لو كان ابن عنده انطواء، لو كان فرط حركه، لو كان عنده نطق ما يتحدث بسرعه، كيف تكتشفها اذا انت ما خصصت وقت للحديث معهم والنقاش معهم وتحفيزهم؟ انت لازم تحفز الابن، لازم الابن لما يسوي شيء يستشعر. بعدين ابحث عن الاسماء الجميله يا اخي. اليوم بعض الاباء الله يصلحهم ويهديهم ينادي ابنائه بايش؟ بي معليش والله يعز السامعين والمشاهدين بحيوانات. وين التعزيز؟ قاعد تكسر شخصيته، ما اكسر شخصيته، يفترض اني اعزز من رايه. يا اخي احنا عندنا شغل يقول لك الذيب وينه؟ الذيب هذا يعني كنايه، الذئب، الذئب كنايه على الشجاعه والقوه. يا اخي قل له ذئب، قل له يا اسد، قل له يا هلا بالشيخ، اي مسميات ان ترى ان ابنك يسعد فيها. هذه تعزز من الابن. خذه معك واطلع فيها اماكن، خليه يشوفك. تخصيص الوقت جدا مهم.
جميل استاذ علي، يعني اهميه الانصات في حاله الاطفال يتكلموا معنا في حال الحوار ما بينك وبين طفلك، اهميه انك تكون سامع لكلامه، تتبادل معه لغه جسد سليمه، تبتسم له وترشده وتنصحه يعني في امور كثيره جدا من امور الحياه اللي هو مثلا بيتحاور معك فيها. عايزين نتكلم عن اهميه الانصات للاطفال وردود الفعل السليمه والنصح والارشاد بالنسبه للطفل في حال الحوار معك. والله شوف، احنا ما نبغى نكون يعني ما نقول احنا مثاليين لدرجه ان احنا يعني نطبق كل شيء، لكن في اساسيات. يعني هو يقول لك التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. في الحجر صحيح. الحاجه الثانيه لازم تكون صادق في وعودك معه. يعني لما يطلب منك طلب تقول له صحيح. يعني انت تقول له كلمه فيه غلط يعني في المجتمع كثير، انت تقول له ان شاء الله صح ولا لا؟ يطلب ما تنفذ الطلب هذا، ما تسوي له، ويطلب مره ثانيه تقول له ان شاء الله. كلمه ان شاء الله ذي عنده صارت ما هي بكويسه. ايوه للاسف. يعني انت يقول لك ما حينفذ، استخدام ما صحيح، يجيب لك عندك يقول انت يعني. تقول لي ان شاء الله، ان شاء الله انا خلاص عرفت ان شاء الله هذا ما انت مسويه. طالما قلت لي ان شاء الله معناه ما ايوه، وسبحان الله هي الكلمه عندها معنى طبعا. ايوه وما نسوي، ما احنا ما نكون مثاليين، في اغلاط يعني تصير يعني صحيح في المجتمع صحيح. بجميع الدول العربيه الوفاء بالوعود للاطفال مهم جدا، لانه بيعزز الثقه بالنفس، بعدين بيكونوا هم في حد نفسهم صادقين يعني. اكيد صراحه مهمه جدا، احترام الطفل زي احترام الكبير لازم صحيح. وبعدين الطلبات اللي يطلبونها للاطفال مو بشرط اني انفذها كلها. يعني في طلبات ممكن يطلب مهمه، ممكن اخليها قاعد سنه، ممكن ياخذها في السنه اللي بعدها على مستوى طلبني جوال وهو في صف اولى ابتدائي. لا له علاقه بالسن يعني. ايوه للسن اكيد، طلبني حاجه يعني ما هي في مستوى سنه، اقول له لا، في اشياء بسيطه هو يحتاجها انا اوفرها له. لازم اعوده انه مو كل شيء يطلبه انه يتوفر له، عشان ما يوصل المرحله اللي قالها الاستاذ عمار. طبعا الاستاذ عمار نعم انا هو اخبر مني في المجال هذا، ولكن انا بحكم الحياه والخبره وتعاملي مع الواحد يعرف ويتعلم. تحدد وقت في اليوم يعني، هذا حاول انك تفرطه في حياتك اليوميه بعد المغرب، بين المغرب والعشاء هذا وقت يعني نعم مناسب، ما تقدر تقضي في اي شغله يعني، وقت قصير يعني، قهوه سوالف تسمع منهم ايش سويت اليوم، ايش سويت اليوم، واجباتك، ايش قال لك المعلم، يعني تبادل يعني سوالف، ويقربون منك اكثر ويتعودون على لمه الاسره. يقول لك عندنا مثل يقول لك ان كبر ابنك خوي خوي، لازم تكون صاحبه واخوه. طيب كلام جميل. الاستاذ الدكتور هو تحدث عن الفئات المختلفه يعني، ممكن تكون في المجتمع وفي فئات كثيره جدا محتاجه لدعم، سواء كان متلازمة داون، سواء كان ذوي الهمم، ذوي الإعاقة. دورك كبير جدا في العمل التطوعي، ونحن كمسلمين جبنا على هذا الأمر من المساعدة والمعاضدة والتعاون في سبيل الغير يعني، يمكن المجتمع أكيد. العربي ومعروف أنه السعودية أيضا والسعوديين بيقوموا بهذا العمل. كلمنا عن العمل التطوعي خاصة وأنت تهتم بهذه الفئات، وهي فئات برضو تحتاج لتربية وتربية خاصة. أكيد العمل التطوعي طبعا رؤية سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان الشاب الطموح، اللي هو الوصول إلى 1,000,000 متطوع. يا سلام. طبعا أنا أتوقع وصلنا أعداد كبيرة في المتطوعين، وأغلب الفرق التطوعية يعني تهتم بالفئات هذه، متلازمة داون، ذوي الإعاقة، الأيتام، كبار السن، كبيرات السن، دائما نعمل لهم برامج. الفرق التطوعية هذه ما شاء الله تبارك الرحمن شباب يعني معطاء في الوطن هنا، وتفاعلوا مع العمل التطوعي بشكل عجيب، صاروا يقيمون فعاليات للفئات هذه بجهود شخصية منظمة مرتبة، كأنهم عمل مؤسسي. يقيمون الفعالية، يبسطونهم، يجيبون جوائز وهدايا للفئات هذه بشراكات مع مؤسسات أو الشركات الخاصة. طبعا بعضهم يتفاعل بتقديم هدايا، بتقديم كوبونات، بتقديم للفئات هذه. يا سلام. ويسوى لهم حفل معين ويدخل السرور والفرحه عليهم. في الايام العالميه طبعا، ايام المتلازمة داون العالمي، يوم الاعاقه العالمي، جميع الفرق التطوعيه تتفاعل مع الايام هذه وتعمل فعاليات كامله لهم. جميل. يعني ذكرت حاجه صراحه حلوه شديد واستوقفتني، حته انه يعني ادخال الفرحه والسرور بالنسبه لاصحاب الهمم وذوي الاعاقه. لو مثلا جينا لشريحة الأطفال من أصحاب الهمم، يعني أهمية إقامة مسابقات وتوزيع جوائز وإقامة يعني أيام مثلا يعني فيها احتفالات بالنسبة لهم لإدخال الفرحة والسرور، هذه المسابقات أهميتها وأهمية الجوائز يعني. هذه أهميتها كبيرة، وتعزز فيهم
الروح الانتماء للوطن، ان ابناء الوطن مهتمين فيهم، نعزز فيهم روح الاسره لما يشوفون الوطن او الناس اللي حولهم كاسره واحده، حتى مع اسرهم يكونوا يرجعون لاسرتهم بنفسيه مرتاحه. في فرق تطوعيه يعني انا بذكر يعني لانهم يستاهلون الثناء، يعني عندنا اخونا الاستاذ محمد قرهم زهراني الله يوفقه ان شاء الله، سوى فريق اسمه فريق التعليم بالترفيه. التعليم بالترفيه يحط وسائل طبعا رياضيات قراءه بس كلها على شكل العاب. لما نسوي سريع كذا، لما نسوي احنا فعاليه يجيب الادوات هذه حقته، يكون في ركن معين. جميل، وما شاء الله تبارك الرحمن تكون فعاليه من اجمل ما يكون. لا للجميل استاذ محمد، اقول استاذ محمد ما شاء الله تبارك الله له بصمه كبيره. اكيد رائع وشاطر جدا. طيب انا عشان اربط حديثك بحديث الاستاذ برضو، نتكلم عن انه عندكم فئات زي ما ذكر الاستاذ محمد، في اطفال موجودين. الاطفال بيجوا من 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 طبقات مختلفه، صحيح. التربيه مختلفه، كل انسان عنده اسلوبه اللي تربى فيه. كيف قادرين انتم بهذا العمل التطوعي بانكم تصلوا لهم وانت بتتعامل كالاستاذ يعني كالمعلم معك طلبه من مختلف الانماط؟ هذه سهله جدا. اول شيء احنا لما نكون لما يتكون فريق تطوعي يدخل معه مستشارين في الصحه، في النفسيه، في جميع المجالات اللي يحتاجها كل طفل. مثلا طفل عنده تعبان يعني نفسيا وعنده اعاقه، في عندنا اخصائي نفسي متطوع، الاخصائي السلام. الاخصائيين كلهم متطوعين، استشارات، هو يهتم بكل طفل بنوعه. كل اخصائي يشوف الحاله اللي هي تحتاج انها تخرجها للمجتمع ويتعامل معها. يعني انا الاستاذ عمار يذكر فيه عندنا انسان يعني وصلت الى حاله من الياس يعني من الحياه، يعني عندها اعاقه وضمور وكبيره، هي وصلت الى الجامعه. نعم. وصار لها موقف في الجامعه وطلعت تعامل معلمة جامعية الله أو دكتورة جامعية سبت أنها تعبت نفسيا وطلعت من الجامعة، وصلت مرحلة كبيرة. تواصلوا معي، تواصلت مع مستشار وأخصائي نفسي وتعامل معها لين طلعناها من الحالة النفسية اللي فيها. بعدين صار في أول فعالية نقيمها في الحمرة مول، كلمناها وقلنا تعالي. قالت أنا وش دوري، أنا مالي أي دور في المجتمع، يعني مرة منهارة. قلنا تعالي انت. يوم جات احنا اخذنا الورود وقلنا انت اللي بتوزعين الورود على الزوار. نعم. سميناه ورد اشواق. يا سلام. يا سلام. يعني انت ما تتخيلين كيف قمه السعاده. طبعا اكيد. يعني خرجت من حاله نفسيه. دعمتوها. دعمنا. طيب ده بس بيقودني لسؤال مهم للاستاذ، اذا كان الانسان فعلا تربى تربيه كويسه وجاته صدمه من الصدمات زي كده، هل سلوك الانسان بيتغير؟ احيانا بيقول لك والله الشخص ده كان متربي كويس وعارف اهله انا وناس كويسين، ايش اللي صاير؟ هل المجتمع اللي قدام هذا الطفل اللي كان قبل كده والابن اللي كان قبل كده التقى باصدقاء سوء بمنحرفين وما الى ذلك، بنجد انه يقول لك والله هو متربى كويس او تربى ببيت كويس في كل اللي انت قلته، بيصلي وبيطلع المسجد وواقف مع اهله وكل شيء، بس بنجد فيه بيتغير الواحد سلوكه بعد ما يكبر. في شخصيات ما بتستمر حتى التربيه شخصيات. قد لا تكون معك على الابد يعني. ايه ليش؟ لانه ما 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 توبعت الحاله، ما صار فيها متابعه من الاب. يعني الاب او الام خاصة لو يكون في يعني مثلا أبلغ الابن، الأب انشغل أو سافر أو راح، ما تتابع في مرحلة المراهقة اللي تتكلمين عليهم هذولي. ممكن ينحرف لما يصل مرحلة المراهقة، عدم وجود الأب، عدم وجود الأب سواء كان بالطلاق أو السفر أو السفر أو موجود ولكن هو منشغل عن الابن. الابن في المرحلة هذه يحتاج إلى قرب، يحتاج إلى صداقة، يحتاج إلى الاستماع، يحتاج إلى احتواء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاه الابن، جاه الشاب يبي يسمح له انه يزني، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف التعامل؟ قام يناقشه ويساله واحتواه، دنا منه، قرب منه. لنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه في التربيه، صحيح. يعني لما استمع له ودنا منه وحاوره، هل ترضاه لاهلك؟ هل ترضاه؟ هل ترضاه؟ قال لا، قال كذا. فدعا له النبي فابرم ما في خاطره. النبي يستطيع اللهم صل وسلم عليه ان يدعي له من بدايه نبرم ما في خاطره، ولكن لنا هذه تربيه، من كيف اتعامل مع المراهق. فانت اليوم اسست ابنائك تاسيس صحيح على القيم وعلى الاخلاق وعلى المبادئ، تاسيس زين، التاسيس الحقيقي. يعني بعض الاباء يعتقد دوره لما يوفر لهم الرعايه الصحيه والمدرسه والملابس والاكل انه هذا دوره، هذا اسمه رعايه وليس التربيه. لازم ان تعرف انك الان رعايه،
فلازم نفرق بين الرعاية والتربية. صحيح. فلما نصل لمرحلة المراهقة ويكون في قسوة تعامل معه بقسوة، ليش؟ ما يفهمون أنه عنده تغير داخلي، هو مرحلة ما بين الطفولة زين والرشد. فالمرحلة هذه صعبة، تحتاج إلى احتواء، تحتاج إلى استماع، تحتاج إلى مشاركة، إلى حوار، حوار مشاركة. اليوم أنا مالي أي كلمة في البيت، لما يجي حد برا يحتويني راح أمشي معه وراح أنجرف، سواء بالكلمات سواء بالاحتواء. إذا ما أعطيت ابنك، إذا ما سمعت ابنك الكلمات الجميلة ممكن يسمعها من غيرك ويشعر ويستشعر أنها جميلة. الأبناء طبعا أقصد الأولاد والبنات بشكل عام، فلما يسمع منك يا أخي الكلمات الحب، كلمات الجمال، حتى في لبسه، حتى بشكله، لو يجي واحد يقول تعالي يا حلوة ما تفرق معه، سمعت من أبوها يقول هلا بنور عيني. صحيح. ما تؤثر فيها. طب يا أستاذ، في ناس ممكن، في شباب أو بنات ممكن يتربى من غير وجود أب وأم، ربهم زي ما بقول الدنيا ربتهم، يعني لأي ظرف كان بتربى كويس جدا، ونشوف نماذج الواحد والله بيكون مقطوع من شجرة ويتربى. هذا كيف حصل هذا السلوك؟ مين اللي رباه؟ مين اللي قاله؟ بنشوفهم بيروح المساجد، ناس ممتازة، ناس عندها أخلاقيات في الحديث، ناس بيتكلم كويس، بيعبر عن تربية وهو ما في أحد رباه وهو غير موجود. طيب. إحنا عشان ما نخفي دور الدعاء، إحنا بعض الأباء أو بعض الأمهات يقول لك أنا سويت كل شيء بس ما أصلحهم الله، ادعوا لهم. هذا الابن اللي طلع بس وفقه الله، التوفيق من الله. ممكن أن تجد أبناء ما أهلهم محافظين عليهم، ولا تجد أب صالح أبنائهم غير صالحين. صحيح. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر نقيس على جميع القيم، بس لازم أن لا ننسى ولا نتجاهل دور الدعاء. الدعاء لأبنائكم، ادعوا لأبنائكم دميد يا أخي، لا تدعو على ولدك، لا تدعو عليه، لا تدعو عليه نهائي مهما كانت أنت زعلان، لا تدعو عليه. يا أخي لو وافقت أبواب السماء مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة. أنت أول النادمين بهالشيء اللي صار فيه. صحيح. فادعوا لأبنائكم، تجي أبناء صالحين بالدعاء، بالتوجيه، بالإرشاد. ترى أنت مو مسؤول أنك تغير في ما في أبنائك، أنت مسؤول أنك توجه، أنت مسؤول أن تربي، أنت مسؤول أن تكون قدوة حسنة. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى، سأل الله أن الله يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله. أستاذ عمار، عايز أرجع بك مرة ثانية لمسألة التوازن ما بين تنفيذ طلبات الأطفال والحرمان. فالاستخدام الصحيح لكلمة لا، لأنه في بعض الآباء بيقول لك يا أخي كلمة لا بالنسبة للطفل بيشوفها هي تقيلة عليه، بيندم بيقول لك أنا يا ريت لو ما قلت له لا أو ما نفذت له طلباته. في موقع صحيح لاستخدام كلمة لا، متى بنستخدمه بالنسبة للأطفال؟ متى؟ هل قلت له لا ما تصلح وانت زعلان؟ راح تندم يا الأب وكسرت خاطره، صح؟ بس لو جيت تحاوره مثلا تقول له انت ما تحتاجها الحين، او انا جبتها لك قبل كذا، او خلص دراستك وراح اوفرها لك. صحيح. عشان هو يعرف ان في ان مو كل شيء ملباله. لو طلع معك بعض الامهات يقول لك انا في مول او في مكان عام يفشلني، يبكي. فانت عشان انت لا يفشلك فتلبي له دعوة متطلباته، فلما تلبيها له راح يطلب منك كل مره حاجه عشان انت ايش؟ عشان انت تلبيها له. راح يتخذ، يا اخي لازم نفهم انه الابناء اذكياء بطريقه خرافيه. صحيح. يتخذ اساليب البكاء، هذا اسلوب ضغط للطلب. اسلوب ضغط، يستخدم اسلوب التخريب، اي اساليب من اللي ممكن يستخدمها الابن بذكائه حتى يشوف وين نقطه ضعف ابوه ولا امه. بس لما يتاكد 100% انه ما راح يجيه الشيء هذا، راح يعرف ان لما تقول له، يعني ممكن ما تقول لا بس طريقتها، ممكن تقول انت ما تحتاجها الحين، خلص مثلا، اعطي هدف، خلص دراستك، خلص حفظ قرانك، خلص المستوى الاول، جيب درجاتك كويسه واعطيك اللي تبغاه. صار عنده هدف. صح. صار عنده هدف. صحيح. الا الصلاه لا تدخل فيها اي، لا 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 تدخل فيها اي مكافآت ماليه. مكافآت. صحيح. لا تدخل فيها المكافآت، ما هذه اوامر، هذه تكون بالاوامر يعني. لا شوف، والترغيب، يعني الترغيب اهم الترغيب. حاجه يعني شوف، الترغيب يعني هي امر الله سبحانه وتعالى لك، الترغيب من الاهل والقدوه. نعم. القدوه كيف؟ لما يشوفك بتصلي. انا اليوم أب اربط 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 اوقاتي بالصلوات، يعني بدل ما اقوله بنروح الساعه 9 او الساعه 8 او الساعه 4 اقوله بعد صلاه العصر بنروح المشوار. دائما يسمع بعد الصلاه، ولما يسمع الاذان مؤذن صلاة يصلحنا جميعا، يفترض ان احنا نترك كل ما في دينا ونتجه الى الوضوء. هو يشوفك ابوي مرتبط بالصلاه، جميل الحاجه. واذا شاف واذا اخذت المسجد وغير مزعج خذه معك، 5 سنوات 6 سنوات ايا كانت راح يقلدك. لا تهتم بجانب الطهاره، خلي المدرسه تعلمه، في عندهم دروس في المدرسه يعلموه جانب الوضوء في العبادات. نعم. خليه يشوفك، بس انت اربط اوقاتك دائما بالصلاه. اي شيء بحياتك اربطه بالصلاه، راح يكون عنده رد كذا، سماع صلاة المغرب العصر بيطلع من ليش. هذه في تقيس في حياتك التكرار. الحين النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نأمر أبنائنا من 7 إلى 10،
تقريبا ترى فيها فوق 5400 مرة تقريبا. انت تقول له الصلاة الصلاة الصلاة. بعض الاباء يترك الولد لين سن العاشرة بعدين يبدأ يعاقبه. طيب وينك من 7 إلى 10؟ ناخذ في هذا ان النبي نتعلم بالتكرار، تكرار الشيء، اللهم صل وسلم على محمد، تكرار الشيء مهم جدا. البيئة الطيبة داخل المنزل، خل تطرقنا لهالشيء. كيف البيئة الحسنة؟ الأبناء ما يحبون، ما يرسخ في ذهنهم الهواش داخل البيت. الأب ولا الأم لا تتخالفون قدام أبنائكم. يا أخي عندك مشكلة ادخل غرفة النوم وناقش زوجتك، الزوج أو الزوجة. بعض الأزواج ساكتين، بعض الأمهات ما تسكت، بعضهم بيحتكم للأولاد، أنت مع أبوك ولا معي أنا؟ شوفوا بيغلط في حقه يعني. بعضهم بيحتكم بالأولاد، ليش تقحمهم؟ ليش تقحمهم؟ حتى سؤال تحبني لا، أنا أقول له أنا أحبك، خلي يقول لك وأنا أحبك يا بابا. أيوة، ليش أنت تحبني ولا تحب أمك؟ الأسئلة ما هي بجيدة. فأنا أقول لك البيئة الآمنة الصحية للابن أن يعيش في بيئة آمنة مستقرة بعيدة، ما في بيت بدون مشاكل عشان نعرف هالشيء. هذا البيئة الآمنة، أنه أنا خلافاتي داخل غرفة النوم أو خلافاتي بالسيارة، إذا وصلت إني لا أستطيع أن يكون صوتي خافض أركب بها بالسيارة أطلع بها برا. جميل، ده حنجي له تاني نتكلم فيه بصورة مفصلة بالنسبة للآثار السلبية المترتبة على الأطفال من مشاكل أبنائهم. لكن عايز أجيب أستاذ علي بالنسبة للفعاليات اللي دائما بتقام في المنظمات التطوعية والأعمال الخيرية، أهمية ترغيب الأطفال. يعني في بعض الأطفال بيجوا زائرين مع أهلهم، يعني أهمية يعني دخول الأطفال في العمل التطوعي والمنظمات التطوعية والخيرية عشان هم من أطفال تترسخ الحاجة دي في ذهنهم ويكونوا أطفال يعني خيرين في المستقبل. أكيد، أنت أي فعالية تقيم بها طبعا بيكون فيه مثلا جانب تعريفي للجمعية أو للمنظمة اللي أنت فيها، أو جانب تعريفي من ضمن الجانب التعريفي هذا بالنسبة لفئة الأطفال يكون فيه مع جانب ألعاب هدايا جوائز، حياكم الله أنتم في جمعية كذا تهتم بكذا، تعطيهم معلومات تعزز عندهم المفهوم حق التطوع. أنت سويت كذا، سوى عمل تطوعي أو شارك أو أي عمل، شكرا بيض الله وجهك يا بطل، أنت عملت عمل ممتاز يعني. صحيح فعلا، كذا هو انبسط يدور عمل ثاني تطوعي، فبتكون راسخة يعني بذهنه، تكون راسخة فيه. ولما يكبر شوي طبعا في روابط الحين، العمل التطوعي صار بساعات ونعلمه على الرابط حق التطوعي وكيف يسجل فيه وكيف ياخذ ساعات تطوعية، صارت مربوطة بالجامعات الحين، ما يتخرج اللي يكون عنده ساعات تطوعية اللي ضربت الجامعة. الموظفين عشان ترقيات في القطاع الخاص لازم يكون عندك ساعات تطوعية، إذا عندك تطوعية تفضلك عن غيرك. نعم، هذه طبعا اشياء ممكن تدعم الواحد في مسيرته الحياتيه والعمليه زي ما انت ذكرت، وتكسب ثقافات كبيره. يعني انا موظف قطاع خاص، يعني زي جمعيه رؤيه تاسيس القدرات الشخصيه تقيم دورات، دورات الموارد البشريه، دورات الصحه والسلامه المهنيه، العمل التطوعي في جميع المجالات يعني مجانيه. نعم، لما اجي انا اخذ دوره اول شيء احتكيت بدكتور، احتكيت بمعلم، احتكيت بمهندس، كلهم جايين ياخذون نفس الدوره هذه. خبرات يعني. ايوه، خبرات ومعارف. معارف، نعم، بتستفيد منها. طيب ده كلام جميل جدا على حس المعارف. من المؤكد انه العمل التطوعي والعمل وسط المجموعات والمبادرات بيؤدي بعد كده لتفكير في انه تتكون جمعيات، ودي طبعا الجمعيات اللي ممكن برضو يكون لها اهداف كبيره جدا واهداف كثيره جدا تخدم المجتمع بصوره او باخرى. نعم، جمعيات لما تتكون طبعا يكون الحمل عليها اكبر، اكثر الفريق يعني يكون في حرية في تحركاته ويعمل مبادرات يعني مبسطة. لكن لما يتحول إلى جمعية يكون تحت مظلة، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية. نعم، دايركت بس باسم يعني، باسم. نعم، نعم. باسم وتصريح ورقم سجل تجاري وحساب خاص لهم، حسابات بنكية. نعم، ومتابعة وش تقيمون، وتقرير شهري وتقرير ربع سنوي، مسؤولية كمان يرفع للوزارة. نعم، على أساس أنها تكون الأعمال يعني تكون في الخط السليم والشيء اللي تهدف له الدولة والرؤية، رؤية 2030. يعني احنا نتماشى مع الرؤية كاملة على الجمعية يعني. نعم، الآن هي مسؤولية تامة عما يحدث داخل الجمعية. أكيد أكيد، شغلها كله نظامي، هذا أنت ما تتحدث عنه. نعم نعم، نعم. يكون طيب بدون ذكر أسماء الجمعيات. طيب خلاص، أوكي، احنا نطلع يسهر المخرج عايز يسمعنا حاجة ونجي راجعين تاني يا أستاذ. طيب، إن شاء الله نتفنسنا. شكرا للكنترول على هذا الاختيار الموفق جدا في الأغنية.
ناهد كان عندك كلام عايز تقوليه تقريبا قبل ما اطلع. غير كذا في كلامك انا عايز اقول كلام، ما مشكله حنرجع للضيف، لكن حتى يعني من خلال حديث اكتشفت انه برضه التناقض في حديث الابوين صحيح بياثر في السلوك بصوره كبيره جدا، اذا كان الام اليوم تتحدث بشيء بكره عكسه تماما وهكذا. ممكن نرجع للاستاذ علي واساله عن اهميه الأطفال اللي هم اللي بترعوهم دائما موجودين معكم ذوي الاحتياجات الخاصة، نقدر نقول عليهم الاهتمام بهم كبير جدا جدا، بيحتاجوا برضو كأطفال منذ الصغر في أنه يتعاملوا معهم تعامل خاص وتعليمهم، خاصة وأنهم ذوي احتياجات خاصة بطرق أو بأخرى بحيث أنه توصل لهم التوعية عن طريق الترفيه يعني. نعم طبعا أول شيء للدولة في المدارس والمدارس دمجت ذوي الإعاقة مع الأصحاء في المدارس صحيح أساس أنهم ما يكون فيه تفرقة أو شيء، وخصصت لهم مدرسين خاصين في المدارس يهتمون فيهم يراعون ظروفهم ويسهلون جميع أمورهم. بالنسبة للفرق التطوعية في كثير سووا فرق يعني من بنات وأولاد صغار بحيث أنهم يقدمون أناشيد على مستوى الأطفال ويترقصون عليها رقص يعني مفرح للأطفال. حنا لما نسوي فعالية لأي فئة ذوي إعاقة أو متلازمة داون لما تقوم الفرقة هذه وتسوي للفعالية هذه نقوم خلي الأطفال هذول يشاركون الفرقة هذه صحيح يدخلون معهم ويتفاعلون معهم، أناشيد وطنية أناشيد إسلامية. السنة كيف عملوا فلوسهم؟ يعني مرة ممتع ينبسطون ويستانسون ويسوون حركات أنت ما تتوقعها يعني يعني قمة السعادة تفتح الأسماء ومردودها بعد مو على الأطفال بس حتى على أهل الأطفال أمهاتهم يعني لما ينتهي الفعالية يعني يجون يتشكرون يعني لأنه بيروح معها الطفل هذا بنفسية حلوة وبيريحها اليوم يمكن يكون متعب في البيت معها لكنه بيرجع بنفسية حلوة هي بترتاح والطفل بيرتاح ويحاولون كل مرة يجون الفعاليات اللي تهتم بالأطفال. صح هذا الدمج يمكن مهم صراحة بالنسبة للأطفال يعني من سؤال أستاذ ناهد وأيضا من يعني من حديثك المميز على الأطفال ذوي الهمم والإعاقة أيضا الدمج مهم بيعزز من ثقتهم بنفسهم يعني. أكيد. ولما يكونوا دائما هم في كل المجتمعات بالتالي ممكن يعني يكتشفوا أشياء كثيرة ومستفيدين منهم حاليا حتى في مجتمعاتنا العربية. يعني احنا مستفيدين جدا من كثير من الاطفال ذوي الاعاقه. فعايز اجيك لحاجه مهمه جدا استاذ عمار يعني الاختيار السليم والصحيح لالعاب الاطفال لانه بنشوف في العاب الكترونيه وغير الكترونيه هي ضاره جدا بالنسبه للاطفال بتسهب حتى بعقولهم بتشيل وقتهم كله. فحتى اذا انا جيت كاب او جات كام عشان انا اتحاور مع الطفل بيكون ما بيهتم بي وما بيشتغل بي خالص يعني فبيكون هو مركز مع الالعاب في حين انه في العاب ضاره جدا بعقولهم يعني. لازم تكون مراقب عليهم في موضوع الالعاب خاصه اذا كان عن طريق الجوالات او الايباد او اي كان. ولكن اذا كانت العاب لعب الاطفال بعض من الاباء ما يقرا التعليم اللي عليها، ترى مكتوب عليها بلس 3 بلس 4 بلس 8 صحيح يعني زائد 3 ما فوق السنه هذه لازم نعرفها. بعض الناس ما يعرفها يروح يشتري له ابن عمره 4 سنوات ويشتري له لعبه مكتوب عليها بلس 12 يعني زائد 12 يعني ما فوق ال 12. لا انت خذ شيء على قده، خذه على قده. الالعاب اللي تحملها بجواله لازم تسوي كنترول يعني سواء جميع الاجهزه يكتب فيها او تحميل الجوال نفسه تحط فيها انه انا اب وابغى اسوي كنترول على تحميل اي برنامج لما يجي يحمل لازم يرجع لك. انت لازم تعرف تقول انا ما اعرف الالعاب اقرا عن الالعاب هذه ومضارها. بس لما قلت النقطة هذه ترى هذا موضوع اسمه تشتت، هذا موضوع يتمحور لأخصائي آخر اللي هو اللي أرد عليه ما يكلمني. لازم ننتبه للنقطة هذه، متى ما وصل الابن لمرحلة التشتت عليك أن تعالج المهمة، يا أما تروح لأخصائي أو تبدأ تعالج أنت. تعالجه كيف؟ هذه طبعا مسي بالخير على أستاذنا عبدالعزيز العامر هو من علمنا ذلك الشيء لأنه مختص بهالمجال. الأشخاص اللي عندهم تأخر في النطق وعندهم تشتت الأفكار وما شبه إلى ذلك ينظر لها أستاذ عبدالعزيز أنه يفترض أنه تمنع عنهم على السوشيال ميديا، علاجها يبدأ 14 يوم. كيف أنا أعالجهم؟ إذا كان الجوال أبدأ أقلل ساعات استخدام الجوال، يعني الحرمان العالي السريع ليس جيد، مشكلة كبيرة. إيه لا له ردة فعل، لازم يكون تدرج يعني. تدرج أبدأ أنا أمنع عنه الجوال أو الشيء اللي يخليني أكلمه ما يرد علي، لما أوصل مرحلة الصفر ساعة
ابدا معاه 14 يوم بدون اي جوال تلفزيون اي حاجه. هنا حيستعيد عافيته ويرجع للانتباه معك والتركيز معك. هذه نقطه ترى مهمه وبعض الاباء ما ينتبهت لها. بعض الاباء والامهات الله يعطيهم العافيه لما يكون الاب مزعج الابن مزعج شو نسوي فيه؟ اعطوه جوال اعطوه خلي فكر ازعاج. اما يقعد الطفل بالحاله ما تعلم شيء، هو ما يتعلم. اوكي انت اثناء انشغالك طبعا في الان في برامج اللي هو مثلا بدال اليوتيوب، في يوتيوب اطفال صحيح. ايوه ليش تعطيه يوتيوب الكبار؟ حتى لو حطيت اقل من 18 وحطيت قيود لابد ان يفتح لك شيء انت ما تبغاه. ولكن المتخصص الاطفال ولو تعوده بعض اللي يقول ما اقدر، لا عوده. هنا اقول لك لما احط اساس في البيت، انا احط عندي بنود داخل منزلي وشراكه مع الام، لازم يكون حتى التربيه فيها شراكه، لازم انا اتفق انا والام كيف نربي ابنائنا، لازم ان نتفق. بعض الامهات يشكي لما يجي عندنا يشكي انه انا امنع ابني احيانا ولكن الاب يعطي من وراي. او الام كذلك ممكن ان تمنع والاب والام تعطي اذا منع الاب، لازم يكون هناك في اتفاق. طب وسبب السبب طب استاذ عمار من اين جاء انه يعني دي واحده من المخاطر اللي ذكرها استاذ صحيح. محمد اللي بتواجه الاسر او الاسره، يعني شنو المخاطر الثانيه اللي ممكن فعلا بتواجه الاسر؟ ودي حاجات يعني مهمه جدا فيها توعيه انه احنا للمشاهد نقول له هذا خطر عليك، هذا خطر على الاسره، هذا خطر على البيت وكذا. احنا الخطر على الابناء اللي هو اي شيء اونلاين، هذا خطر على الابناء. ياخذ ثقافه خارجيه اونلاين، الاونلاين برامج الالعاب الاونلاين. نعم. قاعد يسمع ما تعرف يكلم صح من صح جنسيات مختلفه، ثقافات مختلفه، مختلفه الاعمار كمان تكون مختلفه. ايوه يعني اعمار مختلفه. ولو ما تسمع واحيانا لو تسمع انت تسمع يكلم واحد كبير ما تعرف هو مراهق فوق المراهقه، ما تعرف كم عمره، جنسيته ايش، طريقته استغلاله ايش، ايش يبغى. ممكن يقول افتح الكام. انا حصور ممكن ان تصل مرحله انتهاك شيء في حرمات البيت بسبب انه الابن ما هو بداري شلون ان تمسك. وحتى في المنصات كنا نشوف ابنائنا يكون ولد يمشي داخل البيت وفي جواله في المدرسه. فهذه هذه هذه اللي اسمها المراقبه. المراقبه ترى انا لما اقول راقب ابنك لا تستشعر اني راقبك، يعني اليوم انا اقول لك ها وش في جوالك، لا مو كذا. لما يدخل حطوا الثقة كمان، أنت لازم تعطي راقبة، ولازم يكون عند الابن ثقة، الولد أو البنت لازم يكون عندهم ثقة. ثقة لما تعزز فيهم مراقبة الذات ترى مهمة من الصغر، لازم تعزز فيهم من هذا ليس جيدا. ولما يتكلمون مع أشخاص مثلا ممكن أن تحصل لهم مشاكل، ممكن يحصل لهم تهديد خارجي. اليوم عندنا تطبيق كلنا أمن، أي مشكلة أي واحد يحاول أن يبتز شخص أرفع على الأكاونت. أيوة في عصابات الآن بتستغلها أيوة. أولاد الأطفال فلا تخلي الابن. أنا نصيحة للأباء والأمهات أنه خلوا أبنائكم يجون يحاورونكم، والله أنا أخطأت هو دل حل. هو دل حل. أنا أنت أخطأت ما في مشكلة أخطأت، هل أنا أسكت أخليه يستمر بالخطأ وعشان لا يعلمني خايف أني أسبب له مشكلة أنا وأسحب منه الجوال؟ بس لما يستشعر الابن الأبناء بالأمان يجي يتحاور معك. تصدق اليوم انا سويت حاجه غلط، بنت انا رسلت صورتي لوحده في النت واحسبها بنت طلع رجال ويتهددني. عادي جدا يا ابوي حصل خير، طق تطبيق كلنا امن، ارفق على التطبيق انتهت مشكلتي، تعاملوا مع الاشخاص. هذا الامان الداخلي داخل لكن الامان صحيح. الداخلي اذا كان ما موجود بيحصل فعلا انه الناس تسدس او تخبي او كذا وتحدث ويحدث ما لم يحدث خوفا عقباه. نعم. ايوه خوفا من مشكله رده فعل الاب ولا الام. لو وجد ردات فعلهم حتكون احتواء استماع راح يجي يلجأ لأبوه وأمه. خلي الملجأ الأول لك أنت مش الشارع، لا تخليه يلجأ لحد غيرك بعد الله سبحانه وتعالى. المشاكل في حال يعني أنا ما أحكي للطفل ما أحكي لأمه لأبوه أستاذ علي، يعني صراحة يمكن المشكلة تتطور وتمشي لأبعاد يعني بعيدة جدا يعني، وما الحل فيه يكون صعب. أستاذ عمار ذكر مسألة مهمة بالنسبة لي للأطفال يعني والألعاب. الأب يمكن يقول لي خلاص اديه التلفون يعني، أو الأم تقول لي خليه يلعب. فدي مفاضلة ما بين الأم والأب، الأب حرم الأم أعطته اللعب يعني. فهل بيحصل ميل لأحد الأبوين في الحالة دي؟ هذا غالبا يصير ومفروض انه ما يصير يعني. لازم انك توازن يعني في الامر يعني. صحيح. يعني انت منعته وحسيت ان امه مثلا لا اعطته يعني انت لازم ترجع بعدين بينك وبين امه وتقول انا اذا منعته هذا الشيء غلط وهذا كذا وكذا وكذا. صحيح. خلينا نتفق على اشياء معينه. يعني انت لا تطلع امه بصوره سيئه قدامه
تقول لا لازم وهاتي ولازم يلعب الحين وتطلع بصوره سيئه قدامنا. صح صحيح هذا الاتفاق. والام لما تعاند بنفس الحكايه بيصير الاب يعني نفس الشخصيه. فلازم يكون في تفاهم في اللحظه هذه، لا تكسر كلمه الام. صح يعني ممكن تكون انت اقوى منها، والله هي تكون مثلا اقوى منك او متعلم اكثر منك، يكون في حاول توافق. يكون في توافق ما حد يكسر يعني شخصيه الثاني قدام الطفل، ولا تكسر شخصيه الطفل قدامك. صحيح هذا قدام الاخرين، قدام الصبر يعني الصبر كمان عند الاباء والامهات في تربيه أكيد. الابناء أكيد. تربيه مو شيء سهل، انت بتربي انت في البيت ممكن تقوم واخلاق وحاجات كثيره، بس المدرسه ممكن هي تربي وتعلم، معرفة تربية وتعليم بتختلف. هل في انفصام؟ شايف في فرق بيناتهم؟ الاستثمار الحقيقي في الأبناء. في الأبناء صحيح والله. أي استثمار يعني أنت تقول بتهاجر بتدخل تجارة بتدخل، من ضمن الاستثمارات الحقيقية هو في الأبناء، تعليمهم، في تعليم، في أخلاق، في ولا تخليه يخجل، لا تخلي الطفل يخجل يعني لازم مثلاً يكون قوي يعني. شاف لقطة يعني معينة أو ميبة كويسة أو أنا شفت طبعا هذه بنيبة كويسة، انتبه إذا حد مثلا سوى الحركة هذه تعال بلغني. كلام طيب. طيب أستاذ علي، المدرسة أحيانا فيها طلاب مثلا واحد ممكن يشكل صاحبه في الفصل يعني صديقه، والله أهلي أنا ما بيخلونا نتفرج وأهلي صعبين، يقول له خذ السي دي ده مشي تفرج لحالك، خذ التليفون ده يدخل الموقع كده. أحيانا أنت ما تقدر تزبط هذا الشيء مع أولادك، تزبطه يعني يصير الأصحاب أقوى حتى ولو أنت بتجالس، ودائما بنشوف عندهم خليل او صاحب بيكون مقرب، ما ادري ليش يحبوا الاصحاب، ممكن يسمعوا كلامهم اكثر. يسمعوا كلامهم لما تحرمه، لما انت تحرمه يعني لما يطلب منك حاجه معينه وتحت رقابتك اعطه اياها، خذ له مثلا طلب منك سيدي معين او لعبه معينه، جيب السيدي هذا تفرج عليه خليه يدخل معك، في اشياء ما هي بكويسه اقول هذا الشريط ما هو بكويس، بس انك لب له الشيء والشيء في البدايه مع المراقبه، انت تابع معه إذا طلع الحاجة هذه ما هي ممتازة وجهه وشوف يا ولدي هذه الحاجة ما هي بكويسة وهذه فيها خطأ كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ممكن ينفجر ويروح فعلا من وراك يشوف أكثر من وراك، ممكن يشوف من وراك. صح لكن خذه وقدام عينك ووره الغلط، خليه يشوف أن هذا غلط. يقولوا إذا عندك كم نافذة، في نافذة قدامك شباك يعني شباك ممنوع أنت تشوف منه شيء خالص، مانعينك قافل له دريشة يعني مقفول، أنت حتناظر من الثاني. عشان كده أنا زي ما أنت قلت الوسطية في كل شيء مهم جدا. نعم. التعامل الأهل مع الطفل أستاذ عمار مهم جدا، إنه التعامل يكون منذ الصغر على التربية الأخلاقية الجميلة. بس برضو برجع لسؤالي اللي قبل شوية واللي قبل يمكن كم سؤال، في إنه ممكن أحد يكون ما والله أنا بشوف ناس ممكن ما تربوا في بيوت أصلا، ما كان عندهم بيوت زي بيوتنا وجلسوا في بيت في أسرة وفي كده يعني لأي ظرف إن كان، تربوا كويس جدا ناجحين في المجتمع. انت قلت هذا ممكن هداية، احمد الله هداية من رب العالمين وتوفيق، اتظلم هنا بس لقى هنا. لكن مين اللي رباه؟ هذا السؤال اللي ابغى اعرفه، مين اللي رباه؟ هل تجدين ان ما عنده اب ما عنده جدان في البيت؟ يعني اقصد في ناس مقطوعين من شجرة فعلا ما عنده احد مثلا. شوف ما في الا الله سبحانه وتعالى، الهادي هو المصلح. نعم. ومشى في الطريق الصح، لانه في ممكن اشخاص زي ما قلت لهم مقطوعين من شجرة وراحين طريق منحدر. صح طريق سيء جدا. صح. ومكون في عصابات، وسهل جدا ان يكون حرامي، وسهل جدا ان يكون كل شيء جراف. اي كل حاجه، لانه هو 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 جاهز ارض بور لاي حاجه، ما عنده احد وراه. ولكن هو توفيق الله قبل كل حاجه، حتى في تربيتنا لابنائنا لازم نعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الموفق. انت قلتي لي حاجه قبل شوي انه ممكن ان يتدخل احد من برا، صحيح ممكن، بس اذا انت استشعر الابن انه غير موجود انت حوله، او انه ممكن ياخذ حاجه من شخص، او قال لك ممكن استعير من زميلي قلت له لا، حياخذها من وراك صح. ولكن قل له وش فيها اللعبه هذه، انا ممكن اشتريها لك، عادي روح اشتريها له، او خذها من عنده وبعدين تبيعها. بس يكون في فضول دائما عند الاطفال. انا اتكلم انه لازم تربي فضوله، لازم انت تعرف ان عنده فضول عالي. احنا ترى نتكلم فيه، لا نتكلم انك تعطي ابنائك قيود، مو قفل عليهم، قفلت عليهم حيكون في هناك ايش انفجار، حرمان يعني انفجار، يعني ممكن ان ينطلق لطريق اخرى. انا ما احنا مع الحرمان ابد، احنا مع الحوار، مع الاحتضان. استاذ العزيز انت تعرف ان بعض الاشخاص تساله تتعامل مع ابنائك تقدر تحتضنهم؟ البعض يقول لك ما احتضن ابنائي، وين الحنان؟ تشوف بعض الأطفال لما يشوفك أنت كمدرس أو يشوف أنت كمربي أو أي مكان ممكن يجي يمسك يدك، يمسك يدك كمان، وعنده علاقة خاصة روحية. ليش ماسك يدك؟ هو محروم ترى مسكة اليد. صحيح في البيت. يا سلام. صحيح. أم وأبوه عايشين،
محروم من الاحتضان. هل استحياء من بعض الآباء والأمهات إنه مثلاً معلش قبل على الخد والرأس وكذا؟ هل في ممكن تكون أسر يعني قاسية أو هي ما تعرف هذا الأسلوب؟ ما تعرف المحبة. ما تعرف في بعض الأسر ما عرف إنه هذا الشيء مردوده على النفس. إيش مردوده على النفس؟ يا أخي حبك لأبنائك، إذا ما احتضنت ابنك من تحتضن مين؟ إذا ما قبلت أنت تحتضن مين؟ نعم. كل هالنقاط لازم أن تهتم لها. في أباء كثر لا يعرفون إنه مردودها النفسي إيش بالضبط. بس طبيعتنا إحنا العربية ما فيها كذا، يمكن إلا من بعض ما الطبيعة العربية. لا الحالي أوكي. الحالية صار يتفهموا. إيه لا تتحدثين عن جيلنا، بعض الناس يقعد معي ويخلط ما بين أباء وعادي جدا. ترى مثلا أنكم قلتوا أغلب يتابعوني على السوشيال ميديا زين قد سمعوا مني هاللفظ، أقول لهم يا أخي إحنا وإحنا صغار عادي جدا تنضرب صح؟ ليش عادي جدا تنضرب؟ لأنه ولد عمك ينضرب قدامك، تطلع الشارع تلقى جارك ساحب القايش حق البدلة ويضرب ولده. الحياة كلها ضرب. تروح المدرسة كويس لكن أوكي. لأنه أنت تشوف كل العالم اللي قدامك في عايشين في ضرب صح وقسوة والأمور ماشية، واللي قبلك كذلك. الجيل الحالي غير موجود في هالشيء، يعني قسوتك على ابنك أمام الآخرين هو كسر لشخصيته. كمان أنت قلت حاجة قبل شوي عن الشخصية ومو الشخصية وتعزيز الشخصية وثقته بنفسه. يا أخي ممتلكاته الشخصية اليوم أنا معي حاجة أمتلكها أشيلها من ولدي وأعطيها أخته ليش؟ صح. مشكلة. لا ليش؟ هو يمتلك الشخصية هذه، عنده قرار، هذه تمتلكها أنت. الحين أنا أتنازل عن ممتلكاتي، بكرة أتنازل عن كل شيء. صح. اليوم أنا عندي ما أقول له إلا برأيه هو، بيلعبه حتى لو قال لا. ولا تقول له والله مشاعر الناس، خليه بطريقة معينة إنه لا يحزن زين. تقول له ما عليك منه، لا تعطيه. كلام جميل. أهم شيء أنت، هذه النقطة مهمة. ممتلكاتك الشخصية ما تقول تنازل بها لطرف ثاني لأنك تعودوا على التنازل. جميل. أنا عايز أمشي معك لحاجة مهمة صراحة، يعني أهمية اختيار رياض الأطفال والمدارس بالنسبة للأطفال، يعني فدي حاجة صراحة مهمة جدا. شنو الخطوات السليمة اللي أنا مثلا عشان أمشي أخلي طفلي يدرس في رياض يعني مميزة وفي مدارس مميزة، أنا كولي أمر يعني الخطوات السليمة والصحيحة شنو عشان أخلي الطفل يمشي؟ شوف أنت أحيانا يكون جنبك رياض أطفال ولا سبق لك أنه تعلم فيها أحد يعرفه، ما تقول يا محمد أو يا عبد الله كيف ولدك في المدرسة هذه، ما عندك فيها أي حاجة. ممكن تجرب أول شهر، شعرت بالتماس ابنك وردات فعله وتعليمه جيد، بدأ يسألك، بدأ يعرف، بدأ يقول تعلمنا كذا، قرأنا كذا، يقول لك هذا حرف الألف في لوحة برا، أعرفهم في عنده مدرس أو المدرسة جيدة. لو جدت أنه قعد له فترة طويلة ما تعلم شيء، حاول أن تنتقل من مكان لمكان. ترى يفرق حتى بين المدرسين داخل المدرسة. تلقى بعض المدرسين الطالب يجي منه عنده يتعلم بسرعة، وبعض الأشخاص لا يتعلم بسرعة. فأنت ما تقدر، أنت تختار الشيء الجميل إذا عندك فيدباك عنها سابق لأصدقاء موجودين أو جيران فلا مشكلة، ما عندك ساكن جديد وما تعرف أحد خذ التجربة. جميل. أستاذ علي والسؤال الأخير لأنه خلاص زمننا خلص، أهمية التنقل، يعني هو ذكر التنقل يعني في حال أنه مثلا الطفل ما يتوفق في المدرسة دي أو الروضة دي، أهمية التنقل يعني أو سلبيات التنقل من مدرسة لمدرسة ثانية، عنده سلبيات وعنده إيجابيات، عايزين نعرف سلبياته شنو؟ السلبيات أول شيء الطفل يكون متعلق بأشخاص معينين من أقرانه، صحيح يعني صحيح ممتازين يعني وهو متوالف معهم، هذه من السلبيات. صحيح. من الإيجابيات ممكن يعني ما يكون المدرسة هذه ممكن يكون فيها أطفال كثير سيئين أو مدرس ما هو على المستوى المطلوب. ممكن يعني نقوله من مدرسة ثانية يكون مدرسين كويسين والالتزام ممتاز ويكون التعليم فيه أفضل. كلام طيب، شكرا لك كثير استاذ. نحن تقريبا ناهد خلصنا بسرعة الحلقة. ايوه حيستمر استاذ عمار في البارت الثاني بشهد الرحمن، استاذ علي حيودع صدى المشاهدين وحنمشي مع بعض نتيم ونستنا برا ان شاء الله باذن الله. الله يعطيكم. شكرا لك استاذ علي على هذه المعلومات والاضاءات اللي جدا مهمه جدا، وخصوصا حول العمر التطوعي وادخال ودمج الاطفال ذوي الاعاقه واصحاب الهمه في المجتمع. شكرا جزيلا. الله يطول عمرك. شكرا لك ايضا. شاكر لكم وكان لقاء جميل ولطيف ومثري. شكرا. والله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا لك استاذ عمار ايضا. والكونكلوجن يمكن او خلاصه الحديث انه تخلي دائما الطفل يقرر بنفسه ويعرف احتياجاته، والتربيه السليمه داخل البيت والاخلاقيه مهمه جدا. شاكرين حضوركم الجميل معنا، ان شاء الله نلتقيكم في مساحات اخرى باذن الله. اعزائي المشاهدين، حنفارقكم انا ومحمد، بنضم اليكم الاستاذ ابراهيم كوميك والاستاذه دينا عصام، وتواصلوا الحلقه باذن الله.
سهراتنا ممتدة معكم إن شاء الله خلال رمضان وأيضا مفاجآت العيد. خليكم دائما معنا. مع السلامة محمد. شكرا ناهد، شكرا كل السادة المشاهدين. بس عندي أبيات شعر بسيطة عايز أقولها لأنه معجبة جدا يعني. لمنودية الأطفال دي بتاعت أطفال جدا طوالي. يا ريت حسب الديني كده صدى جميل عشان تصل لصورة حلوة. أيوة بيقول الشاعر، أنا صراحة ما أعرف الشاعر مين، بحثت عنه لكن ما وجدت الاسم، لكن إن شاء الله حاشوف فيما بعد. بيقول هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنقش من صميم المجد روحا بأسهار لها متضوعات. صراحة أنا كنت عايز أقول القصيدة كلها لكن الزمن ما ساعدنا. شكرا لكم مشاهدينا. شكرا. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. رمضان كريم، رمضان خلاص حيودعنا إن شاء الله، وكان جميل. الأيام اللي فاتت كانت جميلة جدا، كان فيها روحانيات عالية. كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله يا رب. مشاهدينا الأعزاء، نحن في البارت الأول تحدثنا عن الطفولة، وبعد ذلك بنجي نتحدث ما بعد الطفولة في تربية الأبناء. إن شاء الله تكون سهرة خفيفة ولطيفة عليكم، نستمتع بها كلنا مع بعض إن شاء الله. أحب في البداية أحيي ضيوفنا داخل الاستوديو، أهلا وسهلا بكم ومرحب بكم، حبابكم عشرة، شرفتونا كثير والله، وشكرا لكم يعني لتلبيتكم الدعوة وتكبدكم المشاق مع الزحمة تحت الطريق. شكرا لكم كثير لجيتكم، والتحية لك كمان يا دينا، كل سنة وانت طيبة وانت طيب والقابلة ان شاء الله يا رب على امانيكم دايما تامين ولامين. وكل سنة والسادة المشاهدين يكونوا بألف خير وبألف صحة، وخلاص عدى شهر رمضان وان شاء الله في استقبال العيد المبارك بكل النفسيات الجميلة. وان شاء الله يا رب دايما ايامنا تكون حلوة وجميلة ومليئة كمان بالانجازات والاخبار اللي تفرحنا. خليني كمان مباشرة ارحب بضيوفي من داخل الاستوديو. في البداية نرحب بالاستاذ مساعد البديري، هو مهتم بالشؤون الثقافية والاجتماعية. أهلا وسهلا وكل سنة وإنت بألف خير. أهلا وسهلا بكم، وسعيد بتواجدي بينكم بين الأستاذ إبراهيم والأستاذ دينا والأستاذ عمار، وإن شاء الله تكون أمسية وسهرة جميلة إن شاء الله. أكيد بوجودك بتكون سهرة جميلة. التحية لك، شكرا لك لكلماتك الطيبة. كما بنرحب أيضا بالأستاذ عمار بن قيطان، أهلا وسهلا، مستشار أسري وتربوي، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ إبراهيم، وحيا الله أستاذ دينا وأخونا الأستاذ مساعد، وإن شاء الله أكون ضيوف خفيفين عليكم يعني. ما فيها مقلب راحت على من دون مقالب راحت على مساعد، مفترض أنه مساعد مساعد الحمد لله مركت منها ببنط الحمد لله الحمد لله. يا سلام يا أخي، تحية لكم والله يا أخي، أشكركم مرة ثانية أو سعيدين والله بوجودكم معنا. في بداية البارت الأول ده نحن نخش لأستاذ أستاذ مساعد نهدي لك حاجة. طبعا في بداية حلقتنا بنهدي لضيوفنا الجدد يعني. أنا لا تهدوني شيء، هديتوني خلاص. هديناك مقلب. هديناك مقلب أستاذ عمار. الآن بنهدي ضيفنا الأستاذ مساعد أيضا والسادة المشاهدين وضيفنا الكريم أيضا الأستاذ عمار أغنية. خلينا نشوف الكنترول مجهز لنا شنو، نرجع لكم. من الصالحين والعكس هو الصحيح، ولكن في الواقع بنشوف أنه لا والله كثير بنشوف أسر ملتزمة جدا ومع ذلك الأبناء ما بيشبهوا البيت اللي طلعوا منه. صحيح. والعكس هو الصحيح. فحابة أنه نبدأ سهرتنا في الجزء الثاني نتكلم عن هذه النقطة، نكون مع الواقع لأنه هذاك ليس واقعا ولا قدر نستند عليه بأي دليل أنه أن تكون نيتك كويسة هي يطلع ابنائك بشكل جميل، إلا نقطة أهم حاجة اللي تأكلهم أكل حلال لكي أو تأكل حلال لكي تكون ابنائك بإذن الله لحياتك وكل ما تشوفه بحياتك يعني. ولكن بالنسبة أنه أنا كيف أكون صلاح الأبناء والأسر ممكن يكونون ذلك، هي توفيق من الله. ترى ممكن يكون الشخص مبتلى، أنا إنسان كويس وكل حاجة، ابتلاء مؤمن، ممكن أكون مبتلى في ابن، ممكن ابتلاء في مال، ممكن ابتلاء في شغلة، ممكن حتى زيادة المال ابتلاء، حتى الابن اللي غير صالح هذا ممكن ابتلاء، تصبر ولا ما تصبر. صحيح. هذا إذا كان بنتكلم عن
الأسرة الصالحة وخرج منها ذلك الشيء، هو ابتلاء فعليك أن تصبر. كيف نرد هالابن؟ رده بالدعاء، لأنه أنا دائما أكرر الدعاء، الدعاء للأبناء. لا تدعو على أبنائك، ادعو لهم دائما، ادعو لهم حتى لو كنت في ساعات الغضب، قل الله يصلحك الله يهديك، لعل أن تقبل أبواب السماء مفتوحة فتجد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك فالابن يكون صالح. وكثير من الأحداث سمعنا الأب يقول إذا طلعت أجعلكم ما ترجعون، وما يرجعون حقيقة. من المحمل الحزين، أنا صراحة حزن على أبنائي لما ابني يصير في شيء. والشيخ عبد الله بن نعمة لما كسرت رقبته لأنه كذب على أبوه، قالوا إذا كنت تكذب عليه الله رقبتك تنكسر، طب مسبح. وللآن معاقرات السنوات هذا قدامنا أحداث، وهو قصها القصة. فعلينا ندعو لأبنائنا، أما الأبناء الصالحين من عدمها هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. صلى الله أن الله يوفقنا يكون أبنائنا صالحين يعني، وهديهم الله سبحانه وتعالى. الدعاء لأبنائك بشكل كبير جدا يعني. اللهم آمين يا رب العالمين. وفعلا يعني الدعاء هو شيء مهم جدا للأبناء، حتى في لحظات الغضب اللي احنا لازم نسيطر على نفسنا، ولازم يكون عندنا كنترول حتى انه نقدر نفرز ما بين الحاجات. الحب موجود، لكن لحظات الغضب مرات بتجي فجأة كده. أتمنى انه الناس تعمل كنترول. أستاذ مساعد، في نفس الاتجاه ده أصبح التربية ما للبيت وبس يعني، ما في البيت وبس يعني، أصبح عندنا شارع وعندنا سوشيال ميديا. ديل الاثنين ممكن يشاركوك في تربية أبنائك. كيف إحنا كآباء وأمهات نقدر نسيطر على المسألة دي؟ أنا أبدأ بما انتهى فيه أستاذ عمار، أنه الدعاء هذا شيء مفروغ منه. ثاني شيء، دور السيطرة هذا يبدأ أولا بالبيت، بعدين المدرسة، بعدين المجتمع. يزرع فيهم القيم هذه ونسيطر عليها. وطبعا ضمن هذه السيطرة في السوشيال ميديا والأجهزة، بحيث أن نكون عليها كنترول عالي من قبل البيت، من قبل الأسرة كاملة، الوالد، بحيث أن في وقت المدارس والاختبارات وخروجهم سيطر عليها ومراقبتها، وضع الأجهزة الحديثة حاليا في أنظمة حديثة لمراقبة الهواتف، النقالة، متابعة الحين يسمونها البلاي ستيشن. صحيح. التواصل الآن صار أونلاين، صار التحدث والتخاطب مع كافة أطياف المجتمع، سن صغير، سن كبير، سن. فأتوقع أن يبدأ من البيت، مدرسة، مجتمع. بس إحنا بنمر بمرحلة صعبة، التكنولوجيا بالنسبة لنا نحن الناس كبار يعني ما بنكون فاهمينها، يعني ممكن تقول للجيل الجاي إنه يربي أبنائهم ويسيطر على الإنترنت مثلا، يسيطر على الشارع. الشارع ده نحن ممكن نقدر نسيطر عليه، زي ما قال الدين إنه بيطلع من أسرة مستريت يعني، أسرة ملتزمة، أسرة هنا، لكن في النهاية بيطلع أي كلام. وأكيد ده بكون الشارع يا منصة من منصات السوشيال ميديا، يا في زول غير اتجاهه من التفكير، وذاك مرات بيكون أصعب، مرات بيكون أصعب. بتاع المخدرات بيكون أصعب، الشلة البايزة بتكون أصعب من البيت. الأبو 24 ساعة بيكون ما في البيت، بيجي هو بيلقاه ما في. هذا يكون الدور هذا الأكبر، بيكون يعني بيكون عاتق على الأب، بيكون مشغول، ولكن بيكون دور من أدوار الأم في البيت. صحيح. فهي عليها الرقابة. طبعا عندنا في احنا حاليا وظل جائحة كورونا، الأم صار عليها يمكن 85% من تحمل الأعباء المسؤولية. صحيح. مسؤوليات الأطفال فعلا، ما أدري هي تروح للأباء الأبناء أو البنات، متابعة دروسهم، متابعة الحصص الدراسية في المنصات الدراسية بخصوص الدراسة عن بعد. نعم. فهذا يكون دور الأم حاليا بمتابعة، بمشاركة الأب طبعا في متابعة الأبناء خصوصا داخل البيت، أو جزء من على الوالد خارج البيت. خارج. فهذا جزء. صحيح. صحيح. طيب يعني أستاذ عمار، بنشوف كمان أنه في كثير من شخصيات الأبناء بتكون داخل المنزل بتكون شخصية متزنة، ولكن خارج المنزل بتكون شخصية مختلفة تماما. بيكون الطفل عنده كأنه شخصيتين أو حياتين، حياة بيبينها قدام الأم وأبوه، قدام الوالدين، بطريقة أنه كل شيء تمام وكل شيء ماشي ستريت زي ما هو. وخارج المنزل سواء في البيت أو الشارع مع الأصدقاء ممكن يكون هو
يعني هو المعلم في الشلة، صح، فهو هو القائد دائما، هو ماسك زمام أمور. قبل السؤال هذا كمان فيه النقطة اللي قالها الأستاذ إبراهيم، إنه ممكن أن يخرج الابن من 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 منزل سيدة ويخرج ويكون شخص منحرف. تدري أحيانا ممكن أن يحمل الأهل العتب، ليش؟ ممكن يكون عندهم حالة من الحرمان العالية، حارمين ابنهم كل شيء، عائلة ستريت محروم من كل حاجة، يبحث برا، يروح عند الأصدقاء، يجد عندهم العطف، يجد عندهم الحنان، حتى لو كان حنان كذب يجد عندهم الكلام الجميل، يجد عندهم احتواء ما يجده في البيت، حتى لو كنت انت عائلة منضبطة فأنت حارمهم مقفل عليه، يطلع برا أكيد يبغى يتنفس. بس لو يجد انه في توازن داخل المنزل، ما في حرمان، انا عائله كويسه ولكن انا عندي احتواء، عندي احتضان. يا اخي بعض الاهل ما يحتضنون، الكلمه الجميله ما يقولها لولده، يا اخي الكلام جميل، انا اطلع برا اقول كلام، اقابل الاستاذ ابراهيم اقول هلا استاذ ابراهيم، يا مرحبا يا مسهلا، ادخل بيتي ابني ما يسمع مني يا هلا ويا مرحبا ولا انت جميل ولا انت زين ولا اي كلمه حلوه، يعني حتى كلمات الحب ابنا انا قلتها في البارت الاول، لا تقول لابنك يا اخي تحبني ولا ما تحبني، انت بادر انا احبك، الابن يرد عليك انه انا 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 بر واحبك يا بابا. فهذه النقاط اللي الحرمان العالي، عدم الوسطيه، هي تجعل الابن يبحث عن متنفس اخر. لازم تكون قريب من ابنائك. اذا انت تقول ان الابن مشغول او الاب مشغول طول الوقت اثناء توديتهم المدرسه الصباحيه، اذا كان في سائق يا اخي اركب مع السائق، اركب مع السائق وتحاور مع الاولاد والبنات لين توصلهم المدرسه وارجع البيت. اذا ما عندك وقت ارجع من المدرسة، خصص وقت أخي، لو وقت الوجبة مغرب وعشاء، العشاء اجمعهم، أعمل كنترول حتى أثناء التعامل بالجوال داخل الأكل، وقت السفرة وقت جلوسنا أتمنى ما يكون فيه أكل. بس كيف تمنع؟ لازم تمنع عنه أنت أولا. ما ينفع أني أقعد أكل وأقلب في جوالي وأجي أبناء يقول لا تمسكون جوال، لا مو على راسك ريشة، خلينا نكون منطقيين، أنت لازم تمشي النظام عليك أولا لكي تقود النظام داخل المنزل. امنع عنك اولا. اعطيك حاجه مثل، انا ولدي الله يحفظه صالح كان يجيب الاكل، كنت انا استخدمه، هو ما يحب ياكل الا معي، فلما اجي انا عشان ياكل اخليه يجلس معي في نفس الصوره، بس انا ما اكل قبله، اضطر اقلب في جوالي انه يخلص اكله، فرجع اليوم بعدها فتره جايب جواله وحطه على الستاند يتفرج على اليوتيوب وهو ياكل. ابغى امنعه بس ما ينفع أن اكون انا 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 اللي اضرب قبل هم يقصون، ما ينفع. امتنعت عن مسكي للجوال أثناء السفرة لمدة أسبوعين 10 أيام، لين تأكدت أنه داخل عقلهم مسح أنه أنا ما معي جوال. لأنه ممكن يقول لك وانت يا بابا، صح وانت يا بابا، صح. فعشان أنت ما توصل للسؤال ردة الفعل الحرجة، تمتنع أولا، بعدين تقول ممنوع أي واحد يجي على الأكل ومع جواله، خلاص أنت امتنعت، وهم يمتنعون ذلك الشيء. اي فمهم جدا انه السوشيال ميديا لما يقول راقبهم، ترى احيانا المراقبه المفروض ان تكون مراقبه، مش اني اشوف ايش قاعد تسوي، حطوا الثقه، حطوا الثقه بنفسه. الابن كل ما شعر بثقته زين، كل ما عمل انه ابوه يثق فيه، حاول لا يكسر الثقه، لا يكسر الثقه. في نقطه ان شاء الله ما تقدم شوي في المراهق، راح اعطيك بعض الفلسفه اللي عندي في التعامل في بعض ردات الفعل الاب اللي يستطيع الاب يسوي فيه كنترول. رجع سؤالك، الظاهر اني ما ادري جاوبت عليها يعني جاوبت عليه بشكل عام، فكره انه كثير من الاطفال ممكن يكون عندهم شخصيتين مزدوجه، فالفكره فعلا ممكن تكون في الحاجه العاطفيه ومثاليه عاليه. احيانا يقول لك الشخص الفلاني مثالي، من زرع فيها المثاليه؟ ترى المنزل اليوم استاذ ابراهيم والاخت ندينه ولا هم ساعد، لما اقول خليك قدام الاطفال خليك عاقل، سوري قدام الضيوف لا تسوي شيء، لا تمد يدك، خليك متزن، لا تخرب، هذا يعيش المثاليه امام شخصيه، لما يروحون البيت تسوي اي حاجه عادي. فلا، هذا انت تزرع فيه المثاليه، ولكن لو استشعر الابن الامان انه ممكن يتحدث يتكلم يقول اخطاءه، تقول لا يا بابا هذا مو صح، يفترض ان نعمل هذه كذا، ليش سويتها كذا انت؟ الحوار والاحتواء والاستماع لهم يفكن من الشخصيه اللي قلتيها. صحيح صحيح، بنشوف كثير استاذ ابراهيم، بنشوف كثير من يعني التعامل مع الابناء، مثلا انت ممكن تكلم ولدك او بنتك يعني مثلا بتكون كذبه بيضة، هي ما بنكون حاسب لا حساب، انه لو سالت جارتنا لو سالت انا موجوده ولا لا عشان انا تعبانه، قولي لها انه ماما مش موجوده او ماما نايمه، وحاجات زي دي بتكون بسيطه جدا، ممكن يكون ما خاتل لها اعتبار، ممكن تكون لها اثار بعيده المدى على الطفل. القدوه، تتكلمين عن القدوه، قدوه حسن شرفتك ما تكذب، انت تقول لابن علم الابن انه لا يكذب زين، وانا اقول له شوف لا دق فلان يقول له ماني موجود، كذبه
كيف كيف تبيع كلمة إن شاء الله عدم إيفاء وعود صار يقول لك الولد لا تقول إن شاء الله قول لي إيه قول لي أكيد صحيح ها أكيد ما إن شاء الله ما يبيها لا تقول إن شاء الله يا بابا إن شاء الله صارت ما أسويها لك فأنت تعلمها هذه النقطة الصلاة أربطها أنه أنا لما يأذن أترك كل ما في ديني يجاهد نفسه إحنا مقصرين ولكن نجاهد لما نحكي هالكلام مو معنى أن إحنا الأفضل لكن إحنا نجاهد نذكر وذكر المشاهد وذكر نفسي أولا أترك كل ما في دينك لكي الإبن يعرف أنك وقت صلاة تربط الصلاة في رأسه أنا قبل شيء قلتها من قبل شوي أنه لما تترك كل شيء وتربط أوقاتك في أوقات الصلاة يعني اليوم بطلع وياك بعد صلاة العصر ما أقول بعد الساعة 4 خلاص يترسخ في ابنه فلازم تكون أنت القدوة الحسنة اللي يقتدي فيها الابن من سن الثانية أو الثالثة أو الرابعة متى ما أنت انتبه إلى سن العاشرة أو الثانية عشر ما قبل المراهقة يحب أن يرضي أبوه وأمه يبغى أبوه وأمه يكونوا مبسوطين منه يحبهم يثنون عليه يحبهم يقولون ما شاء الله تبارك الله يحب الكبير نشوفه راضين عليه لو انتقلنا قدام شوي سن المراهقة يختلف شوي الابن يصير يبغى يتمرد لا لا يقول لك يفرد شخصيته اقنعني اوكي اقنعني فهمت يختلف هناك هناك كان يحاول ان يرضيك هنا يحاول يقول لك اقنعني لا تقنع لازم يكون عندك سعة بال الاقناع ولازم يكون عندك تفكير يعني وهم الجيل الجاي ده صعب شوية يعني جيل جميل مطلع جيل ذكي جيل ذكي جدا مع ذاك حتى التربية معه بتكون صعبة جدا احيانا نشيد عليهم صعبه كثيره فما أيوة. نقدر نقول انا اتذكر مقوله لعمر العزيز رحمه الله يقول الصلاح من الله الصلاح من الله والادب من الاباء صح طيب صحيح. الشده يا استاذ مساعد الشده القويه الفايت الحدود انا اشوف ان الشده كانت مع وقتي ووقت الاستاذ عمار تفيدنا وقتك كانت تفيد حاليا انا الشده تكلم عن نفسك لو سمحت فالشده وقت الاول كانت تفيد لكن حاليا لابد من السياسه مع ايوه السياسه بذكاء بذكاء لابد لا تكون مرخي ولا تشد نجدع الصوت صحيح. ايوه الوسط يعني نجدع الصوت لان مثل ما قلت الجيل الجديد هذا عنده ذكاء عالي وعنده فهم للامور عنده اطلاع غير طبيعي السوشيال ميديا واللي يقراه واللي يطلع عليه واختلاطه برضه المدخلات الأستاذ مساعد ولهون الأخوان المدخلات اللي على عقل الطفل كثيرة كثير فيخرج مخرجات عالية جدا أول مدخلات على عقولنا بسيطة إحنا أذكياء كمان نعم صح إحنا أذكياء كنا ولكن المدخلات اللي علينا قليلة صحيح. الآن المدخلات كثيرة أول الشيء البيت الشارع المدرسة الآن السوشيال ميديا زي ما قالهم أذكياء عندهم مدخلات فيخرج من مخرجات كثيرة أيوة فيها مدار وفيها محاسن كل شيء سلاح ذو حليلة كل شيء سلاح ذو حدين فعلا لكن كمان الشدة هنا بتبقى صعبة وكونك انت بتكون في شيء ما فاهمه في السوشيال ميديا او في الشارع عموما لانشغالك انت كأب لانشغالك بدوامك لانشغالك بحياتك بتكون في حاجة انت بعيد منها وهو قد يراه صح وبالك تكلمنا عن الثقة في النفس برضو كمان كويس ممكن انت بشيء ما فاهمه انت كأب ممكن تفقد الثقة يعني في نفسه ما خلي يشرح لك صح؟ خليه يشرح لأنه أنا عندي قناعة أنا عندي ولدي في كل محفل أو كل بيكون جنبي معاي يا سلام بيكون معاي بكل حتى أولادي بيكونوا معي أي استفسار في أي شيء بيكون جاهز ورد عليه يقول لي يا بابا هذا إيش يقول له هذا كذا 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 فلما تقول لي زي ما قال الأستاذ عمار أفهمه يشرح لي وأشرح له فكده المعلومة واصلة صحيح أحسن بنجيب المعلومات من أيوه. أماكن تانية ومصادر هذه من ضمنها أتكلم عن طبعاً عن كأبناء وليس بنات دي مرحلة من المراحل كويس يعني إحنا تجاوزنا مرحلة الطفولة ممكن تسايسه ممكن يعني وسهلة هي الطفولة بالمناسبة وممكن يستوعب يستوعب بيستقبل ده بس زي ما قال عليها أستاذ إبراهيم أه؟ تمر على الطفولة أحيانا بعض الآباء يصعب عليها الابن العنيد يحتاج إلى 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 ما أنا كثير في المواقع التواصل الخاصة بي أتحدث عن بعض النقاط بما يضمنها ضمن الطفل العنيد الطفل العنيد يحتاج مرن ولكن عنيد أنت من أحيانا تزرع فيه العناد أنت أحيانا لأنك تراده تغصبه تجبره كذا يعاندك فلازم تكون زي ما قلت أنت عدم الشدة في هالمرحلة لأنك أنت ركزت على الشدة ومرة جميل إنه لازم تكون لين معه لازم تحاول أن تشتته بطريقة أخرى حاول مثال نفترض أنه جاي يأكل معك على أكل هو طفل عنيد
بياكل معك وجلس معك على السفره التفت عليك يا بابا او يا ماما انا ما ابغى اكل. ايش تقول له في المرحله هذه؟ هو يبغاك اصلا تقول والله انت تاكل عشان ايش؟ عشان يعاندك عشان يقول والله ما ابغى اكل. تقول له انا ما قلت لك كل اساسا وكل ولا تناظر فيه شوي حياكل. هذا يسمى الترغيب. احيانا هو ممكن يستغل فيك حته يعني يبكي لك في حتات. هذا يعتبر دلال، والدلال احيانا ينقلب على الشخص نفسه على من هو صغير لما يكون عنده دلال او دلع ففي سن معينه تصعب انك تسيطر عليه. يعني مثلا عندك طفل كويس بيطلع منك الشيء بالبكاء. هذه يعني عارف انت نقطه ضعفك الازعاج، نقطه ضعفك الصوت العالي، عارف انه هذا الشيء بيضايقك لما يكتشف فيك نقطه الضعف دي هو بعد بسيطر عليك يعني لانه ذكي. لانه ذكي صادق. اي لانه ذكي ذكي. ايوه احنا نستغل الاستاذ مساعد نقلل احيانا من تفكيرهم ونقلل من ذكائهم ويخلوك يستغل فيك البكاء. خلوه يبكي خلوه يبكي على الحاجه اللي يبغاها ولا تعطيه اياها. زين وكان لقيت طريقه ابكي معاه. بيدور له لا بيدور له على طريقه ثانيه صحيح يستعطف فيها. ايوه ممكن برضه البكاء يقول لك ما ينفع فانا راح ادور طريقه ثانيه. فخذ في بالك انه بيخلص منك بيروح للوالده نفس الطريقه. فعلا بيجرب طرق عديده. ده صعب صراحه، ده صعب يعني خاصه اذا انت عندك امك انت اللي هي الجده. صحيح الجده موجوده فهذه الدلال كله. هذا طبعا الجده قرار نافذ. انت صحيح الجده لا تقول شيء. انا امي الحين احيانا هذه فكاهه شوي على مقربكم اللي قبل شوي. لا جيت اقول لصالح مثل الله يحفظه ترى انقم ترى اربيك. ما اقوم انا اساسا مستحيل بس كذا من باب الكلام. يا ويلك ترى انقم تفتح لامي تربي فيش انت لسه يبغى لك تربيه. هذه اقول لك انا قلت هذه النقطه اللي قاعد اقولها وقاعد اعاني منها برضه. نقول لها حاضر ولبيه لا يربونا. فعلا الجده والجد يعني صعبين شويه مع بالعكس. هم يقول لك ما اغلى الولد الولد يعني ما تقدر تقول شيء. ما اغلى منك انت. صحيح اغلى ولدك انت اغلى منك يعني. ايوه طبعا شوفوه فيه انت العاطفة حقتهم عالية تجاه ابن الابن. فعلا خليهم يستمتعون في ابنائنا. سلام الله يدفع مارهم. اللهم إن شاء الله. امين يا رب. اللهم امين. طيب نرجع لموضوع الرأفة لانه طيب نشوف الكنترول ونرجع لموضوع العقاب والثواب، لكن في الاول نشوف الكنترول مجهز لنا شو ونرجع لكم. من الفنانات الشابات اللي قدروا يصلوا بسرعة لقلوب الناس، وهي كمان فنانة جميلة يعني تطرقت لكل أنواع الفنون، الفن الشعبي، الفن الحديث، الفن الوطني كمان. التحية لها أينما كانت. صحيح. وشكرا كمان للكنترول حدانا الأغنية الجميلة دي. نرجع تاني لموضوعنا وتربية الأبناء، يعني ده بحر كبير وشايك يعني. صحيح. يحتاج كمية من الوقت عشان نحن نقدر نتكلم فيه. وقلنا الشدة والقصب الحاد من الآباء ممكن يخلف آثار ما لطيفة. والله شوف أنا قلت لك من زي ما تكلمنا في قبل الفاصل إنه في الشدة لازم تكون وصل ما تكون شديد، لأن الشدة مع الأطفال أحيانا تخلي الولد يكون عنده ردة فعل، ممكن يروح برا البيت زي ما قال الأستاذ عمار إنه يلاقي ناس برا سوء فيوجهون توجيه خطأ. فأنا أشوف أنه في مسألة ثواب وعقاب. يعني أكون عندي ولدي سوى شيء حلوة أو شيء حلو في ثواب، سوى شيء غلط في عقاب. العقاب كيف يكون؟ يكون تجاهل، أسوي له تجاهل، أسوي له يعني زي ما تقول اللي هو أغلى ما عنده أو حاجة اللي يستخدمها تنسحب منه زي هاتفه زي. وهذه من ضمن العواقب حاليا الثقيله. لما اسحب واحد منه تليفونه هذا يعتبر عقاب زي عقاب الشده. اقصى عقاب. اقصى عقاب. ايوه فعلا قوي جدا. هذا من ضمن العواقب الشديده اللي هو التحفيز والعقاب بشكل مختلف يعني. التحفيز والحرمان. ايوه الحرمان والوعد كمان بالتحفيز برضه عنده اثاره غير التحفيز. في انا عندي كنت عندي حاط قبل عندي زي اللافتة في البيت. كان عندي بنتي كل ما تسوي شيء
اقول لها اكتبيها وعليها. برافو. كل ما تعلق الحين وصل عندها مبلغ يمكن فوق 1000 ريال من التحفيز هذا. ما شاء الله. ايوه ده التحفيز. والوعد بالتحفيز ده برضه بيضمن نفس العقاب. ايوه. عقاب اسحب نقاط. يعني اذا عملت كذا انا حاقوم اعمل لك كذا. انا برضه حاط يمكن بدي اكمل كلامك على متمه انه انا حاط لهم الحين مسابقه في رمضان الكريم. جميل حلو. اللي يتم القران ويخلصوا كامل الاول 500 ريال. الثاني 300. ثالث 200. يا سلام. هذا من ضمن، وعندي برضو مسابقة ثانية في اللي ينزل وزنه في خلال رمضان 3 كيلو 4 كيلو لهم برضو. يا سلام. يا أخي محتاج لي أنا، محتاج لي أنا. يحتاج يشارك فيه صح؟ محتاج يشارك في المسابقة معاكم. عندي ولدين. عندي ولدين شوية وزنهم مش كبير، بس مش كبير. بس يعني مقياسا على عمرهم الوزن يكون شوي زايد. فأنا حاطط لهم مسابقة القرآن ومسابقة ما شاء حلوة. الله ده كلام جميل. ايوه ده فهم جداً. ده افتكر انه ده فهم راغي جدا فعلا وفهم يعني جميل. انا هايته عجبني ومحفز. يعني هذا تحفيز لهم خلال طبعا الشهر الكريم وخلال صحيح. يا سلام يا صحيح. سلام فكرة دائما الثواب والتحفيز ل يعني الاعمال مهمة جدا بالذات مع الاطفال. خلينا طيب نحن في كمان ايضا العقاب، ممكن كثير من الآباء بيوعدوا بعقاب معين ولكن بتدخل الحنية وشوية زي ما ذكر أستاذ إبراهيم ممكن تدخل شوية الدموع تخليك تتهاون عن العقاب. حابين نتكلم برضو عن الحتة دي، تفضل أستاذ عمار. طيب بالنسبة أنه أنا أتهاون عن العقاب كذا حيستشعر مستقبلي أنه ما في صرامة في الموضوع، بكرة حيقول لي عادي وبتمشي الأمور. هذه نقطة أنه أنت لما تكون عندك مكافأة أعطي، وعندك عقاب أو حرمان خليك في حرمان ولكن وقت معين. في حاجة كمان بأثناء الحرمان لما نسحب منه جوالاته وشيء أغلى ما عنده، لو عمل بسيط كل ما سوى حاجة بسيطة سحبنا منه هالشغلة، تصل لمرحلة إيش؟ اللامبالاة. إحنا نبغى نوصل لمرحلة اللامبالاة. لا يعني لما يكون أغلى ما يملك بس ما نسحبها في وقت لما يكون اللي عمله شيء شديد كبير. بعد التوجيه والنصح والحوار وان هذا مو جيد، لو سويت الحاجة الفلانية كان أفضل لك، عرفت كيف؟ هذه النقطة الأفضل. بس إنه وصل مرحلة المبالاة، زي مثلا أنا أضرب ابني كل ما تحدث أضربه، وأنا هذا مثال، كل ما تحدث بكرة يطلعونه المستشار يضرب ابنه زين كل ما تحدث ضربته، يوصل لمرحلة اللامبالاة إيش بتسوي؟ بتضرب أضرب صح؟ يعني ما بتكون ما عادي ممكن اسوي كل شيء. ليش تضرب دائما؟ انا يعني اتكلم انه عندك حوار، عندك نقاش، عندك حرمان، عندك مكافاه، يا اخي التكرار. يعني معليش انت لما جيت على الدنيا استاذ العزيز جيت شخص صالح وكويس وامورك زينه وعندك عقل وتفهم؟ لا، الطفل لازم يخوض تجارب، لازم يخوض تجارب في حياته، يجرب مره يمكن يكسر لعبته خلاص ما تجيب لعبه ثانيه قلت ترك كسرتها، بس احاول اني اكتشف ذلك الشيء يعطيني اصبر. انا اقول لك دائما ودائما احط المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا ان امرهم للصلاه من السابعه الى العاشره فيها 5400 مره، 5400 مره تقول له الصلاه، يعني انت عزان تعيد عليها اكثر من مره انه هذا الشيء غلط؟ سؤال تكرار لازم ان يرسخ فيه الشيء انه قاعد يسويه غلط. اذا لازم تكون عندك حلم وصبر. الحياه مدرسه. مدرسه. الحياه مدرسه. لكن دايرين نشوف الترتيبات النفسية اللي بتحصل اللي بيسبب العقاب، بيسبب الجلد، القسوة العالية دي، شنو الآثار النفسية المستقبلية؟ القسوة أثر نفسي يعني برضو. القسوة تخرج ابن قاسي ما عنده حنان، نفسيته خلاص يصير قاسي ما يعرف الحنان، ما عنده أي مشاعر تجاه أحد لأنك عودته على القسوة. تخرج ابن لا يعرف يتحدث بعطف، ما يعرف معنى الحنية والعطف، قسوة 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 قسوة. أنت تهيئ لأي شخص في الشارع حنون. يعني ممكن تكون أرض صالحة للإجرام، ممكن للإجرام لاستقطابه من الناس اللي برا، لاستقطابه من الناس اللي برا. ولكن الحوار القسوة يا أخي لازم تكون فيه شدة في كل شيء. الوسطية يا أخي جميل جدا. صحيح. لازم تكون شيء، لا تكون عطائك عالي وتخرب الأبناء زي ما ذكر أخونا مساعد. الدلال الزايد، ترى الدلال الزايد هو اللي يخرب. لا يبكي عطوه، لا خلوه يبكي، وين المشكلة؟ بيبكي اليوم بكرة حيسكت، معليش إنه يتعود البكاء هذا ما أثر فيك، ما أثر فيك أنت كأب أو كأم. فالسؤال هنا إنه لا تكون قاسي زين مرة فتكسر، ولا تكون لين فتعصر. كل شيء فيه الوسطية والحلم والصبر. هذا مشروع
واستثمار عالي جدا علينا نستثمر في أبنائنا ونستثمر في مرحلة ترى في قدام مرحلة المراهق، ترى ما يتعدى مرحلة الطفولة نصل لمرحلة المراهقة، المرحلة اللي ما بين الطفولة والرشد، المرحلة هذه تحتاج منا صبر وتحتاج منا احتواء وتحتاج منا تقبل. المراهق اللي جاء أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يأذله بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحاور معه؟ قرب منا دنا منا حاوره وقام يناقش ترضاها لأهلك ترضاها؟ قال لا يا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد. فدعاله أبرى ما في خاطره النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يمكن قلتها بالأول، لو دعاله خلاص أبرى ما في خاطره انتهى، ولكن ما كان عندنا أي دليل أو أي مستند تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدامك تعامل النبي مع الأطفال ومع المراهقين ومع أهل بيته كلها أسوة ممكن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمراهق يحتاج منا حوار، المراهق يمر في مرحلة تغير داخلي هو ما يستشعره، ممكن تمر عليه حالات من النوم العالي طويلة جدا عين نصبر عليه اللي هو داخله حاجة تغير، هو كالمصنع الداخلي يطحن يتغير من مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد، يصير رجال الصوت يتغير، بعض ملامحه بعضهم أشكاله ممكن خشمه يطول يدينه الطول، هذا هو عرضة للتنمر. الاحتواء جيد هنا، النقاش نشاركه كيف نخلي عنده ثقة بنفسه وثقة برأيه. اليوم هذا لون الكنب الجلسة علينا هو رصاصي، نفترض مثال أنا بغير كنب المجلس، طب أنا بغيره اللون اللي أحتاج وش اللون؟ أنا مختار أنا وأمون نختار اللون البيج أو اللون الأزرق أو اللون الأخضر أيا كان اللون، ما عندنا مشكلة فيها. النادي عيالنا وابنان خليهم يشاركونا إيش رأيكم في اللون هذا، أعلى تصويت ناخذه، أو واحد عندنا في مشكلة نقول له ها يقول لك الأخضر، نحط الأخضر بالبيت حنا راضين فيه. نيجي لما نجلس المجلس وجينا مساعد ولا جينا دنيا ولا جينا أستاذ إبراهيم يقول تصدق مثلا بمثل صالح ولدي، تصدق اللي اختار اللون هذا صالح ولدي وصالح جالس، هذا الشيء تعزز من ثقة تعزيز بالنفس. أخيره أنا اليوم، اليوم أنا أستاذ العزيز أنا برا البيت عندي ساعات جميلة بختارها من برا وكل ساعة من اللي بختارها جميلة، هذا مثال ليس للحصر. عندي أنت أستاذ إبراهيم دخلت قلت والله قدامي ثلاث ساعات جميلة زين، أنا أي واحدة فيها ألبسها أنا عجبتني أصورها لولدي وأقول أي واحدة أختارها، يقول خذ لي في النص أنت لبست على ذوقه سعيد هذا لبست على ذوقه أشركته كمان أشركته أنا أتكلم بالمشاركة. فتجي في مكان تقول تدرون هالساعة إيش رأيكم بس ساعة تقول والله جميلة، تدري اختارها لي مثلا صالح، خلنا اليوم مثالنا على صالح، تحية لصالح الله يحفظه الله يحفظه لك إن شاء الله. صالح دائما أقول له سؤال دائما بيني وبين صالح حوار، أقول له صالح تدري ولا ما تدري؟ يقول لك أدري، أقول له وش تدري؟ يقول أدري إنك تحبني كثير، هذا السؤال بيني وبين صالح. أسأل صالح إن شاء الله صالح تدري ولا ما تدري؟ ربنا يحفظ إن شاء الله يا رب. وده سلوك جميل، أفتكر إنه بيعزز نفس، بيعزز في نفسه، بيديه الثقة، بيعزز الثقة في نفسه. صحيح. وبخليه إنه يعني حتى اختيار الحاجات داخل البيت الشكل الديمقراطي ده، شكل ديمقراطي يعني. أنا اللي أختار فقط. أني الشكل الديمقراطي إني أخيرهم. وليس شكل انا اختار اللون الفلاني، ما ينفع ديكتاتوري. افتكر ان هم عايشين معك في البيت صح، برضو من ناحيه نفسيه هم مفترض انه يكون اللون الموجود داخل البيت مو اشراكم في كل الطبقات. أيوة. التربيه انا في البيت الله يحفظ امي وابوي طول في اعمارهم ربونا على الخيارات، وما زلنا نختار ايش رايكم نحط اللون الفلاني، ايش رايك نروح اللون الفلاني. احنا مشينا على نهجهم وتربيتهم، مريم ومعالي الله يحفظهم بنات الكبار اقول لهم كمان ايش رايك في اللون الفلاني، ايش رايك في اللون الفلاني. اليوم انا بردد اسماء عيالي عشان يزعلون، باقي ميار عاد لا حد زعلها. فاقول لك انت لما تشرك ميار صغيره ميار صغيره واحده ايوه الله يحفظها الكل، هذه ست الكل هذه حبيبه ابوها ولا يقصر في اخوانها. فاقصد ان تشارك ابنائك تعطيهم تعزيز في الثقه تحاورهم، هذا نقاط جدا افضل من الشده والقرار الصارم. وكل شخص استاذ مساعد في البيت عنده قرار صح، فنصل لمرحله ايش نقول اكثر تصويت ناخذه. مثل مسافر بنطلع اي منطقه داخل المملكه، واحد يقول الدمام، واحد يقول ابها، واحد يقول جده، طيب يلا نحط تصويت وخليهم يرضون بالتصويت والاعلى اصوات. أيوة. خلاص كذا رضيت يلا مشينا المنطقه اللي اخترتوا انتم، هذا صار فيه صار تشارك وصار الراي الاعلى والتصويت الافضل يعني. حلوه جدا فكره المشاركه، وحلوه كمان لفتتني يعني خليني اتكلم عن موضوع العاطفه وحب الابناء. يعني احنا عارفين انه صالح عنده مكانه لوحده مختلفة كده شوية من تفاصيل كثيرة أنت بتعيشها معاه. فالفكرة إنه في أحيانا بيقول لك الأبناء إنه والله بابا بحب أخوي أكثر مني أو ماما بتفضل أختي أكثر مني،
ففكرة هل هذه الفكرة هي صحية أو غير صحية؟ وبالنسبة للآباء كيف يتعاملوا معها؟ سؤال مرة قيم صراحة، جت 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 في شيء مرة جميل يعني أنه لو جينا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أنه راح يعدل في مع زوجاته إلا قلبه، اغفر لي في قلبي، صح؟ أنه راح أعدل بكل شيء إلا قلبي، قلبه ما حد يعرف عنه حاجة. في كل أبنائنا وكل أخواننا نجد أنه في أحد مميز داخل قلب الأب أو الأم، مش حباً، يعلم الله أنه أنا كمحدثكم أخوكم عمار أبنائي أشوفهم كلهم إلى القلب محب، ولكن هذاك مثلاً أو الشخص اللي بتقولين عنه ممكن يكون عنده بعض الزلات مغفورة ماني عارف إيش يمشيله، هذه بينك وبين نفسك يفترض أنها لا تخرج أمام أبناء أخوانه. ليش وصلت الولد أن يقول فلان راضي عني؟ ليش أو أبوي يحب فلان أحسن مني؟ إلا أنه عوقب الولد هذا واكسم الثاني ما عوقب. أيوة. فهنا الفرق جاء اكسبشن يعني أي. فصار في تفريق، شاف التفريق، أخذوا شراره وشغله ونسى فلان. هذا تفريق. فأنت حب براحتك، لأنه حنا لا نمتلك مشاعرك تجاه أي ابن من أبنائك. الأعلى فيهم أو اللي يقولون يعني اللي مرضي عليه مرضي. أيوة. ترى الحب واحد، كل نحب أبناء بس في واحد أكيد. مرضي عليه أكيد. فأنت لا تبين ذلك، خليك أنت عندك كنترول، لازم أبنائك كلهم يكون سواسية، احتضانهم واحد، الحديث معهم واحد، النقاش معهم واحد، الكلمات الجميلة تعطى للكل، الحوار للكل، كذا ما يقول الطرف الثاني أنت قاعد تحب فلان أكثر من فلاني. بس أترك هذا كسر الكاس واتركه، الثاني كسر، ما كسر كاس، طيح علبه، اروح اضربه هذا اللي كسر ما اقول له شيء. شفت هنا في تفرقه. صحيح. فالتفرقه ليست جيده، تفرقه الابناء ليست جيده، دائما بتكون سهوه من الوالدين زي ما انت ذكرت. يعني كل الابناء طبعا بتاكيد لهم مكانه في القلب، خاصه لانهم جزء منك طبعا اكيد. طب خلينا في العاطفة والحب. في كثير من الأسئلة يعني تكاد تكون كل الأسر سألت أطفالهم هذا السؤال، بتحب ماما أكثر ولا بابا أكثر؟ تكلم عن السؤال ده وأثره النفسي كمان على الطفل. أنا ما أحب السؤال هذا بشكل عام صراحة. أنا أحب أقول للولد أو البنت أنا أحبك، أنا اللي أحبك، راح يقول لك لبن وأنا أحبك يا بابا، صح؟ تلقائي ردة فعل جميلة، رسالة، إذا ما قالها المرة الأولى حيقولها المرة الثانية، حيكون في رسالة الحب لازم تكون موجودة. ليش أنا مثلا أبحث تحب ماما ولا بابا؟ أحبكم كلكم يعني، مستحيل يعني. أو لو قال لك أنا أحب ماما وأنت عقلك شوي مش متزع، هتزعل من الولد، شلون تحب أمك أحسن مني والولد ولد أمه؟ غير هاي زين. فلا، يا أما تكون قد السؤال يا ما يسحب وخليك ساكت. فأنت بادر أبنائك بالحب، لا تحط تمييز، بادرهم أنت بكلمات الحب وعبارات الشكر والثناء للأبناء بشكل عالي جدا، لازم يسمعون منك الحب والاحتواء والعبارات الجميلة والاحتضان. الاحتضان جميل يعني، ما تحدد حجم الحب ده، ما تحدده عشان أنت حتخش في ورطة. لا لا، مكانك أنك تحدد. أيوة، مكانك إنه تحب كذا، أنا بحبك، لكن قدر شنو؟ قدر أخوك ولا ما قدر أخوك؟ لا، أبعد عن البيت، أبعد يعني الحاجة دي. أكبر حاجة إحنا الصغار في حياتنا الدنيا. أيوة. أكبر حاجة الدنيا في حياتنا كان الفيل وإحنا صغار، صح؟ أيوة. وأصغر حاجة النملة. أيوة. قول أحبك قدر الفيل. أيوة، قدر الدنيا كلها. لا، الحين يفهموا قدر الدنيا. أيوة. أنا أقول لك يعني إحنا وإحنا صغار أكبر شيء هذا الشيء، بس بدون تحديد، الحب ما له تحديد. طيب إحنا إذا رجعنا تاني للشارع، وقبلك ذكرنا إنه ضعف التربية داخل البيت بيكون بيئة صالحة للشارع، هو وأرض خصبة للشارع إنه يعلمه كل شيء. المدرسة كمان عندها دورة، الأستاذ في الفصل بيكون عنده 50-60 طالب في الفصل، يوجه مين ولا يعلم؟ يوجه مين ولا أنا؟ هذا دورك أنت. بعد ده دورك أنت. حرم المدرسة كمان الأساتذة ما يقدروا يسيطروا عليه كويس، خارج سور المدرسة برضو كمان ما بتقدر تسيطر عليهم. دي المناطق اللي ممكن يكون فيها كمية من الناس، كمية من الأشكال، كمية من التربية يعني. بعد المدرسة، بالضبط، يخرج المدرسة. كيف إحنا يعني كيف إحنا نسيطر على أو نعمل كنترول على أبنائنا في الثلاثة مراحل دي؟ توجيه، في توجيه، في ربط بينك وبين المدرسة. أكبر مثال عندنا في الحي، عندنا في المدرسة، في مرشد طلابي، في مدرسين، في جروب، في ربط بيننا وبين الطلاب. أحيانا
يشاهدون بعض الأطفال بعض في مشاكل بينهم يمسكونهم ويودونهم للبيت بنفسهم. فهنا الربط، فيكلمون والدهم ويكلموننا الولد فلان فلان كذا. فدور المدرسة معك أنت يكون ربط في حل هالمشاكل. أحيانا حبك لأولادك بيخليك أنك ممكن تتصرف تصرفات يا ما منطقية. أنا صراحة في رأيي ما منطقية أنه تخلي زول يراقبه في المناطق اللي أنت ما قاعد تصرف. هذا يعتبر أنا أشوف أنه مش هذا ما أعطيته الثقة، هذا يعتبر عدم ثقة. فلما ما تعطيه ثقة فهذا يزعزع. فكثير كثير يعني يختلط علينا هذا الموضوع، كيف أنا أعطيه ثقة وكيف كمان أقدر أكون محيطة بكل تفاصيل وكيف أقدر أكون مطمنة عليه وفي نفس الوقت معطياه كل الثقة. السيارات المفاجئة للمدرسة، فلما يشوف أنك مهتم في الموضوع ذا فبيكون يحسب حسابه أن الوالد. يا سلام. الزيارات المفاجئة برضو المدرسة برضو تطلع على حاله تطلع على ما ممكن تشير له برضو لعدم الثقة يعني برضو. لا بس لا ما بتدخل عليه انت. لا ما ادخل، انا ما راح ادخل. تدخل على المدرسين بس تشوف حال الطفل، شوف وضعه الدراسي تفاصيله مع المدرسين في غرفة المدرسين مع المرشد الطلابي مع المدير. هو الاتصال كمان برضو الاتصال الحين انا اقول انا من وجهة نظري انك تحضر افضل من انك تتصل. صحيح. تغير السلوكيات أستاذ العزيز بين مرحلة ومرحلة يعني علينا ننتبه لها. متى ننتبه لتغير سلوكيات الأبناء؟ لما نكون قريبين منهم أكثر. اليوم ابنك صار عنده سلوكيات مختلفة فأنت قريب منه لاحظت التغير في المدرسة، يقول لك كيف سلوكيات المدرسة. يفترض أنت حتى داخل المدرسة يفترض أنك تكون حتى لو جاك خبر داخل المدرسة أنه مو جاي تحقق من ابنك، يمكن تكون ردات فعله ليست ذلك الزود، يمكن هو ما سوى شيء ولكن ما نقول لك ليس الصح. حاول ان انت تتوقع ان ولدك يجيب كلمات وعبارات مختلفه عن في البيت. كيف اعالجها؟ عليه لا يسمع العبارات داخل المنزل، لازم يجيك بكلمات وعبارات مختلفه، لازم، لانه في مدرسه وفي شارع وفي اخوه برا صحبه مختلفه. لا تتوقع انه حيمشي على ما تقول، ولكن لازم لا يسمع الكلمات داخل البيت، يطلع برا يرجع يتاصل من جديد. يشوف الحب ويشوف الكلام الجميل ويشوف العبارات اللي ما فيها تقليل. بعض الأبناء بعض الآباء زي ما قلنا يذكرونهم بأبشع الصور بالحيوانات بماني عارف إيش بالغباء. كيف تقول لابنك غبي؟ أنت الحين تبي تغرس في الغباء. لا مو غبي إلا ذكي، أنت ذكي وشاطر وكل حاجة. فلازم عشان تكون أنت تتجاوز. أنا فهمت أنت وش تقصد، أنت تقصد أنه ممكن يجيب شغلات مهمة في البيت عادي جدا تقبلها، ولكن لازم تشوف التأصيل في البيت. لا يرى ذلك الانطباع داخل المنزل. حتى لو سمعت عبارات حاول ان تكون يعني ترى مو كل شيء تدقيق العالي مو زين. ها وش قلت لا ليش ريلاك سو نفسك ما تسمع، وحاولوا تعالجها بطريقة أخرى. أحيانا الحرمان والمراهقة الكثيرة بتحسسوا بأنه هو داير يطلع، ممكن يغير في الجدول، ممكن يمسكك يعني يسلمك انت جدول غير الجدول الدراسي الحقيقي في المدرسة. يعني ممكن يزيد لك عشان يتأخر. ما يقدر، نظام الحين نور في اطلاع كامل على الجداول. صحيح، لكن الفكرة هي دائما في المراوغة، ونحن عارفين الأطفال يقدر شنو هم أذكياء وإذا حابين إنه هم يعملوا حاجة فبيوصلوا لها. لازم يعني لكل حريص سهوة، يعني أنت مهما كنت حريص أكيد حتجيك سهوة. صح. فهم يكونوا مركزين جدا للموضوع ده إذا حطوا فعلا الموضوع في راسهم. أقول لك أصدقاء السوء كثيرين، فممكن الأفكار التحايلية كثيرة. صحيح. أفكار وبعد بتنتقل بسرعة شديدة جدا. يعني احنا كنا نسويها أيام أي شيء سيء. أيوة. أي شيء سيء سريع الاستقطاب، أي شيء سيء سريع الحفظ. بالضبط كذا، أنا زادي بكون في أشد الحوجة له. يعني التحايل عنده 10 دقائق برا البيت تفيده كثير. أي 10 دقائق برا البيت بعد المدرسة تفيده كثير. إنه يجلس مع أصحابه. معك بس إنه ليه نوصل الإبن؟ أنا أستاذ إبراهيم وصل رسالة جميلة إنه هالشي اللي قاعد يسويه إنه أنت وصلته لمرحلة إنه يحاول أن يتهرب. ليش أنا وصل للتهرب؟ لأنه أنا حرمته إنه يخرج، خلوا يخرج، أخرج وشوفه، شوف أصحابه مين إذا كانوا أجلس مع أصحابه، سلم على أصحابه، خليك قريب. أوكي في أحيان بعض الآباء ما يكون عندهم ذاك الوقت، ولكن لازم تكون أنت تعرف الناس من هم. خليك صديق، علمه سبعا
لاعبه سبعا وعلمه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك الحبل على الغارب. بالضبط كده. وده العلاج، انت خطيت العلاج بالضبط كده. وفعلا صحيح. انه الصدق زيه ما في، لانه لو تحاولت انت تزاكى عليه بتلقى طريقه، الف طريقه للتحايل. ايوه، والتحايل كمان هناك بيكون اسهل. قد تكون فكره من واحد تاني لكن كلهم بيطبقوها. صح، تنتشر مثل ما قال. ايوه، زي ما في مراقبه على الجدول في 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 الوقت ده، هم بيقول له تحايل، بيقول له مخرج. عموما احنا الكلام والله كثير في الجانب ده تحديدا فعلا. واتمنى ان يكون في حلقه ثانيه امتداد لحلقتنا دي. للاسف الشديد احنا وقتنا خلص، ونحن نطالب باذن الله بحلقات متتاليه ان شاء الله في الموضوع ده عشان نقدر نغطي كثير من الجوانب والاسئله اللي تهمنا وتهم المشاهد في هذا الخصوص. وسعيدين جدا لتشريفكم لنا في هذه الحلقه. شكرا لكم ورمضان كريم. خلينا نودع الاستاذ الجميل استاذ عمار بن قيطان مستشار اسري وتربوي، شرفتنا جدا الليله. وشكرا على كل المعلومات اللي افدتنا بها. ورمضان كريم وكل سنه وانت بألف خير. انتم ما شاء الله تبارك الله، من جمال الحلقة وسلاستها لم ما شعرنا بالوقت. شكرا لكم للمعدين والأخونا مساعد الله حفظه، وشكرا للمشاهد الكريم. شكرا لكم انتم كمان، الليلة امتحتونا والله جد يعني، ومفدتونا بمعلومات قيمة. وأكيد نحن والمشاهدين استفدنا من معلوماتكم دي، واتمنى مرة ثانية انه تكون في حلقة امتداد للحلقة دي، حتى انه نكمل ما انقطع من حديث في مشوار تربية الأبناء. شكرا لكم كثير، وشكرا لمشاهدينا الكرام تابعونا من بداية الحلقة وجونا في البارس الثاني. شكرا لكم كثير، تحية لكم، وتابعونا كل يوم سهرانين معاكم أنا وناهد محمد عبد الرحيم ودينا إن شاء الله في نفس المواعيد. دي كان نهاية سهرتنا لليوم، حتى نلتقيكم غدا إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لك يا دينا. شكرا لك أستاذ إبراهيم، وشكر أيضا موصول لأستاذ المساعد الديري مهتم